بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل على حضراتكم. تغطية خاصة لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، المباراة التي ينتظرها الجميع. بكرة المباراة بإذن الله ستقام على ملعب رادس في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت تونس. كل التوفيق بإذن الله وبمشيئة الله للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. تكون مباراة جيدة، شوط أول يقدر يرجع لاعبي النادي الأهلي بنتيجة إيجابية تقدر إن شاء الله تساعدهم في مباراة العودة على ملعبنا، ملعب استاد القاهرة يوم 25 بإذن الله. هنقل لحضراتكم معسكر النادي الأهلي. 3 أيام اللي فاتوا منذ وصول النادي الأهلي إلى تونس بسلامة الله، ترأس طبعا بعثة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. معسكر النادي الأهلي وأنا بكلم حضراتكم في اليومين اللي فاتوا كل الجدية وكل التركيز، كل المعنويات مرتفعة في معسكر النادي الأهلي، كل اللعيبة مستعدة استعداد كبير، وكل لعيب جاهز وبيتمنى انه يتحط في التشكيله الاساسيه لمباراه الاهلي والترجي. زي ما احنا عارفين دايما مباراه الاهلي والترجي بتكون من المباريات الكبيره، وزي ما احنا شفنا السنين اللي فاتت كان في تفوق كبير للاعبي النادي الاهلي، لكن المره دي بيدخل لعيبه النادي الاهلي وهي حاطه التاريخ دي ورا ظهرها، حاطه الارقام القياسيه للاعبي النادي الاهلي كلها ورا ظهرها. النادي الأهلي واجه الترجي في 25 لقاء، فاز النادي الأهلي في 12 مرة وفاز الترجي 4 مرات وتعادل الفريقين 8 مباريات. زي ما احنا شايفين الوشوش والوجوه في التدريب، الكابتن محمود الخطيب اللي دايما بيكون مساند لكل لاعبي النادي الأهلي، والرسالة بتاعته بتوصل حتى لو مفيش كلام ومفيش اجتماع. تركيز، الجدية، الاستعداد. عندنا جماهير كبيرة، جماهير النادي الأهلي، عايزين بمشيئة الله نقدر نفرحها. وزي ما قلت لحضراتكم مباراة النهائي ماتشين، شوط أول وشوط تاني، تفاصيل الصغيرة بتقدر تحسمها. ده جانب من تدريبات النادي الأهلي بالأمس، زي ما احنا شايفين في جدية، في تركيز كبير. هقول لحضراتكم بعثة النادي الأهلي والقائمة اللي أعلنها كولر وسافرت علشان مواجهة الترجي. في حراسة المرمى وبعد عودة بعد غياب 4 أو 5 شهور الحارس الكبير محمد الشناوي اللي بيكون ليه تواجد مهم جدا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. محمد الشناوي صاحب الخبرات الكبيرة في حراسة المرمى، مصطفى شوبير اللي بيمر بأفضل فتراته بنتمنى له التوفيق بإذن الله، ومصطفى مخلوف. في خط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول وكريم الدبيس. في وسط الملعب مروان عطية وأكرم توفيق وأليو ديانج بعد عودته مرة أخرى من الإصابة، وتواجد مهم جدا لأليو ديانج، وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفد ورضا سليم وحسين الشحات وبيرسي تاو وكريم فؤاد. وفي الهجوم محمود كهربا وأنتوني موديست وسام أبو علي. دي البعثة اللي سافرت. وإحنا بنتكلم دلوقتي كل اللعيبة تتمنى أو كل لعيب يتمنى يدخل التشكيلة الأساسية ويشارك في مباراة زي دي، إن هي دي المباريات اللي بتفضل عالقة في أذهان وعشاق جماهير النادي الأهلي. ولما احنا بنتكلم عن التاريخ، تاريخ اللي ابتدى سنة 82 وقص شريط بطولات أفريقيا، جيل عظيم بقيادة الكابتن محمود الخطيب، الكابتن مصطفى عبده، كابتن إكرامي وكل نجوم الأهلي الكبار، وافتتحوا دوري أبطال أفريقيا سنة 82 أمام أشانتي كوتوكو. وسنة 87 قدر يفوز النادي الأهلي على الهلال السوداني ويتوج النادي الأهلي بالبطولة الثانية له في دوري أبطال أفريقيا.
وبعد غياب 13 سنة عن هذه البطولة يقدر يرجع النادي الأهلي مرة أخرى في سنة 2001 ويفوز على صن داونز الجنوب أفريقي. وفي 2005 بنفوز على النجم الساحلي، وكان لي الشرف أن أنا أكون متواجد في هذه المباراة وفي هذه البطولة. وفي 2006 نقدر نفوز على الصفاقسي التونسي في مباراة صعبة، اعتقد الجميع أن المباراة صعبة والنادي الأهلي خارج دوري أبطال أفريقيا، ولكن عادة النادي الأهلي بيقدر يرجع بالكاس من تونس على نفس الملعب، ملعب رادس، وفوز غالي لهدف في الثواني الأخيرة لمحمد أبو تريكة، ويفوز النادي الأهلي على الصفاقسي التونسي. وفي 2008 يفوز النادي الأهلي على القطن الكاميروني في جروة في الكاميرون، و2012 على الترجي التونسي في ملعب رادس، وفي 2013 أمام أورلاندو الجنوب أفريقي. وبعد غياب 7 سنين يقدر يفوز النادي الأهلي على الزمالك بالهدف الشهير لمحمد مجدي أفشة، هدف القضية ممكن في 2020. وفي 2021 يفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وفي 2023 يفوز على مباراة مهمة جدا على الوداد المغربي في ملعب مركب محمد الخامس. دول ال 11 بطولة اللي قدر يتوج بيهم النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله كل الأمنيات وكل الدعوات تكون البطولة ال 12 بإذن الله من نصيبنا أمام الترجي التونسي. النادي الأهلي اللي دايما بيمر بظروف صعبة منذ انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا، غيابات مهمة جدا. في وقت من الأوقات بنشوف محمد الشناوي وهو الحارس الأساسي وحارس منتخب مصر بيغيب بسبب ظروف إصابة قوية، لكن بنشوف مصطفى شوبير وبيعلن عن نفسه وبيتألق وبيظهر حارس واعد صاعد جديد للكرة المصرية والنادي الأهلي. بنشوف غيابات في المشوار لياسر إبراهيم بعد تألق، أيضا أليو ديانج وبيرجع مرة تانية، إمام عاشور، وكأن هو ده قدر النادي الأهلي. حتى في مباراة بكرة عندنا غيابات مهمة جدا، غيابات تتمثل في عمرو السولية، واحد من عناصر الخبرات الكبيرة جدا داخل فريق النادي الأهلي، وبنتكلم على أحمد نبيل كوكا، واحد صاعد واعد بدأ يحجز أساسه، يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق النادي الأهلي. لكن بإذن الله كلنا ثقة في اللعيبة الموجودة، كلنا ثقة في اللي هيلعب بكرة وهيمثل النادي الأهلي، كلنا ثقة في التشكيلة والناس اللي قاعدة على الدكة. وأنا بقول النهاردة إن البدلاء بإذن الله هيكون ليهم دور مهم جدا. نتمنى التوفيق لمستر كولر في التشكيلة الأساسية وطريقة اللعب اللي هيحطها بكرة لمواجهة الترجي. زي ما احنا عارفين ان الترجي فريق كبير، واحد من الفرق الكبيرة اللي بتقدر او بتعرف تفوز بالبطولات. السنين اللي فاتت كان بيمر بظروف صعبة في دوري ابطال افريقيا، لكن خلال السنة اللي فاتت والسنة دي بدأ يكون تيم، بدأ يبقى عنده مدير فني برتغالي عنده خبرات كبيرة، بيقدر يدور المباريات بشكل جيد، خاصة بيلعب على النواحي الدفاعية، بيلعب على المرتدات، برضو بدأ يجيب صفقات ولعيبة مميزة. فمباراة بكرة مباراة صعبة. البعض كان بيقول إن رادس ملعب الأهلي، ده كان في الماضي، لكن احنا بنتكلم عن مباراة بكرة مهمة جدا، وهو ده اللي ظهر في تصريحات مستر كولر في المؤتمر الصحفي النهاردة، وهو قال إن مباراة الترجي بكرة بمشيئة الله مش هتكون مباراة سهلة. قدرنا نفوز عليهم السنة اللي فاتت، لكن كان عندهم ظروف بسبب حضور الجماهير. بكرة هنشوف الاستاد مليء بالجماهير. كمان الترجي التونسي قدر يغير بعض اللاعبين عنده ويضم صفقات ولاعبين مميزين، فهو بيوصل الرسالة للاعبي النادي الأهلي. مباراة بكرة مباراة مهمة، مباراة محتاجة تركيز خلال 90 دقيقة. خلال 90 دقيقة النهاردة ازاي اقدر اقسم المباراة؟
لا قدر الله، دي مباراة في كرة القدم، لا قدر الله لو النادي الأهلي تلقى هدف، الشكل بعد الهدف ممكن يكون ازاي؟ طريقة اللعب تكون ازاي؟ لو تقدم النادي الأهلي بهدف، طريقة اللعب والشكل، بداية المباراة اللي هي بتكون عنصر مهم جدا، بداية المباراة ودخول لاعبي النادي الأهلي المباراة بتعكس شكل كبير جدا خلال 90 دقيقة. كمان الكرات الثابتة، وهي دي التفاصيل الصغيرة اللي مستر كولر اتكلم عنها النهاردة. الكرات الثابتة، سواء الكرات الثابتة الدفاعية أو الهجومية، والنادي الأهلي مميز وشفنا مباريات كتير قدر يفوز بيها النادي الأهلي بكرات ثابتة، وخاصة كمان شفنا في بطولة دوري أبطال أفريقيا السابقة أمام الوداد، وقدر محمد عبد المنعم، نقدر نرجع لمباراة الوداد مرة أخرى. فسواء هنا أو هنا، مباراة الكرات الثابتة من العناصر المهمة. خلونا أيضا نروح لشيء تاني مهم جدا في مباراة الأهلي والترجي، والبعض كان بيلعب على الوتر ده وعلى الشكل ده، وكان دايما عايز الأجواء ملتهبة ما بين الأهلي والترجي. لكن شوف استقبال رئيس نادي الترجي الأستاذ حمدي المؤدب، وهو من الشخصيات المحترمة، وهو بيروح المطار بيستقبل كابتن محمود الخطيب وبعثة النادي الأهلي وكل لاعبي النادي الأهلي. يا ريت لو معانا الصور واللقطات ننزلها واحنا بنتكلم. ده بينم وبيعكس العلاقات الكبيرة جدا ما بين مصر وتونس، ما بين الأهلي والترجي. وبالشكل ده بنقدر نقطع على الناس اللي كانت تصطاد في الماء العكر، ودايما حابة الأجواء ملتهبة والأجواء سخنة ما بين الأهلي والترجي. إن شاء الله تكون مباراة كرة قدم 90 دقيقة في الملعب، نتمناها بإذن الله توفيق للاعبي النادي الأهلي ويقدروا يرجعوا بنتيجة إيجابية. كمان حرص رئيس نادي الترجي وهو بيستقبل كابتن محمود الخطيب بالورود وهو بيروح المطار، حرصه كمان على استقبال علي معلول بعد ما ركب الباص الخاص بالنادي الأهلي. حرص ان علي معلول ينزل ويستقبله ويسلم عليه وبالأحضان، وهي دي العلاقة الطيبة. وبالمناسبة النادي الأهلي هتكون المعاملة بالمثل، نفس الاستقبال ونفس الحفاوة ونفس الترحاب هيلاقيه كل بعثة نادي الترجي إن شاء الله لما مباراة العودة ييجوا مصر هنا عندنا بمشيئة الله. الأمر الثاني عايز أقول لحضراتكم حالة الفريقين قبل مباراة بكرة. النادي الأهلي كان لعب 4 مباريات في الدوري الممتاز، 4 مباريات كانوا مهمين جدا في مشوار بطولة الدوري. النادي الأهلي قدر يحصد 12 نقطة في ال4 مباريات. طبعا مستر كولر في ال4 مباريات وضغط المباريات اللي احنا شفناه قدر يعمل الروتيشن، قدر يبدل اللاعبين في ال4 مباريات، الكل شارك، البعض ريح في مباريات والبعض الآخر شارك علشان يحافظ على لياقة كل اللاعبين، وكمان علشان الإصابات، علشان المباراة المهمة هي مباراة الترجي. شفنا المباراة الأخيرة أمام بلدية المحلة، كانت مباراة مهمة ظهر فيها روح الفانيلا الحمراء، برغم تأخر النادي الأهلي قدر يعود النادي الأهلي بالتعادل ويعود للفوز في الثواني الأخيرة، ودي دفعة معنوية كبيرة لكل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. الناحية الثانية بالنسبة للترجي، أيضا لعب 4 مباريات، 3 مباريات في الدوري ومباراة في كأس تونس. في كأس تونس خرج الترجي التونسي من بطولة الكأس، وفي الدوري فاز الترجي على النجم الساحلي في المباراة الأخيرة 3-2، وتعادل وخسر. لكن زي ما قلت لحضراتكم، دول ده تاريخ ودول 4 مباريات، لكن التحضير هيكون مختلف لمباراة بكرة. لكن حبيت أحط حضراتكم في الصورة علشان تعرفوا حالة الفريقين. زي ما احنا شايفين هنا،
دي وصول بعثة النادي الأهلي معالي السفير المصري الأستاذ حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي، طاقم السفارة. هي دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها، وهو ده الاستقبال، وهي دي العلاقة. قبل ما أقول الأهلي والترجي، العلاقة ما بين مصر وتونس، ثم الأهلي والترجي، صورة جميلة جدا، صورة بتعكس عمق العلاقة بين ناديين كبار في قارة أفريقيا. وزي ما قلت لحضراتكم، شايفين الاستقبال بالورود، أستاذ حمدي المؤدب هو اللي على شمال الكابتن محمود الخطيب، معالي السفير على يمين الكابتن محمود، وأيضا يعني كل أعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ خالد مرتجي، الأستاذ طارق أنديل، دكتور محمد سراج، الكابتن دكتور محمد شوقي، الأستاذ محمد الجرحي. وشايفين الكابتن خالد بيبو أيضا كان في استقبال البعثة، أن الكابتن خالد بيبو سافر قبل وصول بعثة النادي الأهلي بيوم، هو والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، علشان يجهز كل الأمور وكل الترتيبات، كل ملاعب التدريب، الفندق، الإقامة، كل شيء علشان بعثة النادي الأهلي. كل شيء مثالي، نتمنى إن شاء الله تكمل بنتيجة المباراة. بكرة إن شاء الله الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام الترجي. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا كان ظهر اليوم، وحضر الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة، الكابتن خالد بيبو مدير الكورة، الدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق، كابتن سمير عدلي المدير الإداري، والكابتن وائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وأيضا مندوبين من الترجي التونسي وممثلي الاتحاد الأفريقي وطاقم التحكيم. والأهلي بكرة إن شاء الله هيلبس الطاقم الأسود أمام الترجي، على أن يرتدي فريق الترجي زي التقليد المكون من القميص الأصفر والأحمر. دي أبرز العناوين. كمان مستر كولر النهاردة عين أرضية ملعب مباراة الأهلي والترجي، النهاردة راح عين أرضية الملعب، ملعب ما شاء الله ملعب جيد، هيكون فيه حضور جماهيري كبير بالنسبة لفريق الترجي. كان أيضا معاه النهاردة كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي، فإن شاء الله تكون أجواء جيدة لبعثة النادي الأهلي، ويقدروا يرجعوا زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة إيجابية. مدرب الترجي كمان من أبرز تصريحاته قال إن مباراة الأهلي تحسمها بعض التفاصيل، وعازمون على حصد اللقب. زي ما قلت لحضراتكم عندهم مدرب برتغالي، طريقة لعبه دايما بيلعب على الهجمات المرتدة. لو شفنا أرقام فريق الترجي في الفترة الأخيرة بالنسبة للنواحي الدفاعية، نواحي مميزة جدا. علشان كده بكرة بإذن الله الفرصة اللي تتاح للاعبي النادي الأهلي مهم جدا، مهم جدا التسجيل خارج ملعبك، دي بتفرق كتير جدا. يعني المباراة اللي بتخرج خارج ملعبك بالتعادل السلبي 0-0، مباراة بتبقى صعبة على ملعبك، لا قدر الله الفريق المنافس لو أحرز هدف بيصعب الأمور، محتاج هدفين. لكن لو جبت هدف خارج ملعبك بيديك دفعة معنوية كبيرة جدا، بتسهل عليك المهمة بشكل كبير. نتمنى النادي الأهلي بكرة لعيبة يكون من حلفة التوفيق، ويقدروا بكرة إن شاء الله يقدروا يحرزوا هدف، وتكون نتيجة إيجابية بمشيئة الله. عايزين من بكرة إن شاء الله لمباراة العودة يوم 25، مفيش بقى يا جماهير النادي الأهلي العظيمة، يا جماهير النادي الأهلي الكبيرة، لما بنشوف النهاردة شركة تذكرتي وهي بتطرح التذاكر بعد 30 دقيقة نفات كل التذاكر. احنا واثقين بإذن الله استاد الرعب استاد القاهرة هيكون مليء بأكمله. النهاردة بقول لحضراتكم بعد طرح تذاكر عن طريق شركة تذكرتي، بعد 30 دقيقة نفات كل تذاكر مباراة الأهلي والترجي مباراة العودة. من هنا من بكرة للمباراة التانية عايزين نقفل على فرقتنا، عايزين كل الدعم كل المساندة. مفيش
اصل انا عايز مين يلعب ومين ما يلعبش، لا احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، مفيش مين يلعب ومين ما يلعبش. اي لعيب يلبس تيشيرت النادي الاهلي كلنا وراه، كلنا مساندين. خلي بالكوا كل ما المباراه بتقرب بتلاقوا كم الشائعات، وشفناها قبل مباراه بكره، محمد الشناوي ولا مصطفى شوبير؟ يا ترى محمد الشناوي لما يرجع هيلعب ولا مصطفى شوبير؟ في عقوبه توقع على محمد الشناوي، مش شفنا الاخبار دي؟ شفناها خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. ايه اللي قفل الكلام ده؟ واحنا بنشوف محمد الشناوي وهو بينزل على صفحته الشخصيه وهو بيحضن مصطفى شوبير، بنشوف محمد الشناوي وهو مساند ومسافر مع الفرقه. علشان كده دور جماهير النادي الاهلي الفتره اللي جايه او السبع ثمان ايام اللي جايين مهم جدا، مهم جدا في دعم ومسانده الفريق. مش عايزين نلتفت لاي شائعات، عايزين كل همنا، كل همنا هو فريق النادي الاهلي. دي بعض اللقطات للاعيب النادي الاهلي النهارده والتحرك للتدريب الاخير قبل مباراه الغد باذن الله. شايفين اللعيبه، شايفين التركيز، شايفين الدنيا مقفوله عليها بشكل كبير هناك. دي بعض اللقطات حصريه طبعا لينا لقناه النادي الاهلي، كل البعثه، لاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، اللي كله هناك على قلب رجل واحد. طيب علشان كده بقول لجماهير النادي الاهلي خلال السبع ايام الثمان ايام الجايين عايزين تركيز كبير حوالين فرقتنا، مش عايزين نلتفت للشائعات، مش عايزين نقول مين هيلعب في الدفاع، لا انا عايز فلان وفلان، لا اي واحد هيحط مستر كولر احنا كلنا وراه، كلنا مساندين ليه، كلنا داعمين ليه، علشان الفتره دي فتره مهمه جدا. محمد الشناوي وتواجده مهم جدا. محمد الشناوي على العكس زي ما الناس كانت بتقول خلال الايام اللي فاتت دوره مهم جدا داخل الفريق، نقل الخبرات، كمان دوره مع مصطفى شوبير، هي دي روح او الروح اللي بتجيب دايما بطولات للنادي الاهلي. خلونا نروح لفاصل سريع. طيب قبل ما نروح لفاصل خلينا نروح نشوف التقرير ده عن الاهلي جاهز لمواجهه الترجي، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل نجم الاهلي السابق كابتن عادل طعيمه، نجم الاهلي السابق كابتن ماهر همام، الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري، والمحلل الفني والرقمي الدكتور احمد بيومي، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا شفنا دي لقطات تدريبات النادي الاهلي، يعني اللقطات دي حصريه لينا. منذ قليل انتهت تدريبات النادي الاهلي على ملعب رادس، وده التدريب الاخير. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. ايضا حالا انتهت مباراه الاهلي والزمالك في بيست اوف 3 في دوري المحترفين، ودي المباراه الاولى. زي ما احنا عارفين نظام دوري المحترفين لكره اليد بيكون ثلاث مباريات، اللي يقدر يفوز بماتشين يتوج ببطولة الدوري لكرة اليد. كوماندوز الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 26-25 في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري المحترفين. مبروك للاعبي النادي الأهلي. إن شاء الله عندنا المباراة الثانية نقدر نحسمها وننهي يعني بطولة دوري كرة اليد. مباراة النهاردة كانت صعبة، بعد تأخر النادي الأهلي قدر يعود من بعيد مرة أخرى، وبروح الفانيلا الحمراء يقدر يفوز في الثواني الأخيرة بنتيجة 26-25. خلوني أرحب بضيوفي الكرام. نجم الأهلي الكبير كابتن عادل طعيمة، منورنا يا كابتن عادل. كابتن أسامة ألف مبروك، في أنت اللي وشك حاجة. أيضا نجم الأهلي الكبير كابتن ماهر همام، منورنا كابتن أسامة. أهلا بيك، أخبارك إيه؟ ألف مبروك يا حبيبي النهاردة، الحمد لله. لابس كرافتة حمراء النهاردة. هو يا مساهل يا رب. أنت الوحيد اللي فينا لابس كرافتة حمراء النهاردة. بنتفائل ان شاء الله باذن الله. ايضا الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري، منورنا يا استاذ جمال. اهلا بيك كابتن اسامه، والف مبروك طبعا، وان شاء الله يبقى المباركات جايه يعني لسه باذن الله قريب قوي يعني. ان شاء الله ان شاء الله, باذن الله. محلل الاداء الرقمي والفني لقناه النادي الاهلي الدكتور احمد بيومي، منورنا يا دكتور. كابتن اسامه الف الف مبروك طبعا، يمكن وشنا حلو اهو بقى. اول نقطه، وبعد كده ان شاء الله بكره برضو نبارك للنادي الاهلي في الشوط الاول لمباراه الذهاب باذن الله. كنا بنتكلم عن مباراه الترجي في الانترو، لكن قلوبنا مع فريق اليد. لو في لعبه بيلي هتلاقونا متعلقين بيها برضه. لا، وهتبقى قاعد لاخر دقيقه هتنزل في البتاعه دي ولا لا. كابتن عادل، خليني اروح مع حضرتك في البدايه قبل ما اتكلم عن مباراه الترجي. شايف حاله لعيب النادي الاهلي في الاربع مباريات اللي سبقوا مباراه الترجي؟ كانوا اربع مباريات في الدوري الممتاز، اربع مباريات مهمين قدر يحصد فيهم النادي الاهلي 12 نقطه، وكولر تعامل معاهم بشكل جيد، دور اللعيبه، استغل اللعيبه علشان الاصابات، وقدر يفوز بالاربع مباريات. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا بعد ما وصلنا للمره الخامسه من ست مرات في نهائي افريقيا، ابتدينا كعاده النادي الاهلي بننتقل للدوري في اربع مباريات في 11 يوم، منهم سفريتين، مره اسكندريه ومرة بلدية المحلة. محلة، وما أدراك ما التحكيم في الأربع مباريات، من ضربات جزاء ومن أهداف بتتلغي وإلى آخره. الراجل زي ما حضرتك تفضلت بيعمل عملية التدوير، بيعملها بشكل رائع جدا. ابتدى يدخل العناصر زي محمود متولي، ابتدى يدخل أكرم توفيق بعد ما لعب جربه في كأس العالم كهاف ديفندر، بيديله كل الماتشات دلوقتي كهاف ديفندر، وكسبنا عنصر مهم جدا في وسط الملعب، عنده جهد بدني عالي جدا، عنده التحامات قوية، عنده سرعة بديهة في قطع الكرة، عنده تمرير، عنده كل ما هو بيتميز بيه كراجل مدافع، وبعدين بيكمل في الهجمات. بيبتدي واحدة واحدة بيدخل بقى ديانج، وبتبتدي يدخل ياسر وهو الاخر. ما فيش شك انه عملية التدوير ديت بتريحنا كمتفرجين وكناس بتنتمي للنادي الاهلي، ان بنشوف الراجل وهو بيشتغل بوعي وبعلم من يوم ما جه لحد النهارده، بيدينا الاحساس بالشكل ده. مفيش شك انه ال 12 بونت دول في غايه الاهميه بالنسبه لنا. وبعد ما نخلص ان شاء الله افريقيا ونتوج بيها ان شاء الله بعون الله للمره ال 12، هنرجع للدوري تاني، وإن شاء الله البطولتين هيكونوا من نصيبنا بإذن الله تعالى. الراجل الحقيقة هو بيأدي عمله، بيأديه بنوع من العدل والإتقان، يعني في عدل وفي إتقان، وبعدين تغييراته دايما بيبقى فيها توفيق من ربنا، ينزل عمر يجيب جول ويعمل جول، محمود متولي يجيب جول ويعمل جول، يعني برضه بجول بلدية هو حطها في العارضه وبعدين لفت ورجعت وراح لعبها، بيشوطها راحت لعمر، عمر شاطها راحت لمودست.
وجايب جول الماتش اللي قبليه في الاستاد، جايب جول بدماغه وكان جول في منتهى الروعه، راجل بيأدي الواجب الدفاعي والهجومي وبيأديه بشكل رائع جدا. الراجل ده نفسيا، مباراة الجونة، الراجل ده عالي جدا نفسيا بعد الغياب ده، وبعد الكلام اللي دايما بيطلع في بعض الصحافة في الإعلام ان الراجل ماشي وان الراجل كذا وان الراجل كذا. الحمد لله، خلي بالك من ضمن حملة الشائعات وانا بتكلم زي موضوع مصطفى الشوبير والشناوي، يعني مين هيلعب مين هيكون متواجد، عايز اضرب استقرار الفريق، دايما العب في العناصر الأساسية عشان اشتت الناس، وانا عندي الهدف الاكبر والتركيز هو مباراه الاهلي والترجي، فاخدك لمكان تاني ونقعد نتكلم وافك الفرقه وتركيز. لو يقول لك هاي الامور الفرقه ما تتفك، تفك فيه تتفك عنده، لانه هو انت وانت بتشتغل كل لعيب عارف ان الكلام اللي بيحصل ده والجمهور عارف ان ده بيحصل. طيب هل التيم المنافس حد بيجيب سيره ان في حد هيماشي؟ ده النهارده بتقرا مودست جاي له عرض بره، طب هيجي له عرض بره هيمشي دلوقتي يعني؟ ده موسم الثلاثة يعني، في موسم دلوقتي فيقول لك امام عاشور جاله عرض في السوق، ده الكلام ده ما بيسهقوش منه بقالهم سنه. امام عاشور من ساعه ما جه هم عايزين يمشوه وانه يرجع الزمالك. يعني انا يعني الحرب دي على فكره خلاص الناس يعني استوعبت، حتى جمهور الزمالك المحترم يعني برضه بعارف ان الكلام ده عيب ان هو يحصل في بلد بحجم مصر وباعلام مصر، فما فيش شك كل المهاترات ديت اعلام فاسد، البعض اللي بيستغله ان انا بشتغل بشكل غير محترف بغير باهواء ملهاش اي داعي من السلوك الرياضي اللي دايما التنافس، دايما بقى فيه تنافس رياضي بين الناس بياخدوه في حته تانية، ولكن ولله الحمد بفضل الله ولادنا وجمهورنا بخير وادارتنا بخير ان شاء الله. من ضمن شائعاتها كابتن ماهر، وكانوا بيلعبوا عليها ولعبوا عليها في الاربع سنين في وقت مواجهه الاهلي والترجي اللي كانت قبل كده، علاقه الاهلي والترجي وتسخين الاجواء، وتروح هناك الاجواء في فرادس وتيجي هنا في مصر. شفت استقبال رئيس نادي الترجي؟ ان شاء الله المعامله هتكون بالمثل. البيانات اللي بتخرج من المركز الاعلامي من الترجي ومن الاهلي بتنم علاقات طيبة ما بين مصر وتونس، ما بين الأهلي والترجي. هي في الآخر مباراة 90 دقيقة، نتمنى يا رب فيها التوفيق للاعبي النادي الأهلي. بالظبط يا أسامة، زي ما قلت كده العلاقة اللي بين الترجي والنادي الأهلي ناديين كبار جدا لهم تاريخ وباع في الكرة الأفريقية. فالعلاقة طول عمرها علاقة حميمة، وده كان واضح طبعا من الرسائل اللي جات لنا من تونس، إن لقاء كابتن محمود الخطيب برئيس نادي الترجي وتكريمه لبعثة النادي الأهلي طبعا ممثلة في الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته، ده بيأكد لك أن طول عمر الشعب التونسي عنده ثقافة، طول عمر الأندية التونسية عندها وعي بشكل كبير جدا، فعارفة قيمة النادي الأهلي، عارفة بتتعامل مع مين، مع أكبر نادي موجود في أفريقيا، نادي القرن، أكتر نادي حصل على بطولات، نادي بينافس ريال مدريد في بطولاته. فده بيأكد لك ان لازم طبعا يحترم ويحترم بهذا الشكل اللي احنا شفناه، وده اقل تقدير يعني بصراحه لبعثه النادي الاهلي بوجود الكابتن محمود الخطيب وطبعا وجهازه الفني والجماهير المصريه طبعا اللي جت من كل مكان واللي موجوده في تونس. لكن عايز اقول لك يا اسامه، يعني النادي الاهلي ده عظيم بصراحه. ليه بقى؟ لان موضوع التدوير اللي اتكلم عليه الكابتن عادل بالنسبه لجاهزيه الفرقه ده موضوع صعب جدا. يعني لما الترجي كابتن عادل كابتن اسامه حاول يعمله خسر مباراتين، لما نادي الزمالك حاول يعمل التدوير ده خسر مباراه. فهو النادي الاهلي بس الوحيد اللي يقدر يعمل التدوير ده بالطبعا الاسلوب الفني اللي اتكلم عليه كابتن عادل في الاربع مباريات حتى المباريات الافريقيه، هو ده قيمه النادي الاهلي. محدش يقدر يعمل التدوير ده كابتن عادل في منتهى الصعوبه اسامه، في 11 يوم تلعب اربع مباريات وقبليهم مباراتين بطل افريقيا مازيمبي في منتهى الصعوبه وقدرك يعني بصراحه غيابات مهمه وغيابات واصابات وكل ده، انت ما شاء الله يعني فعلا تدوير وتركيز مستر كولر وجهازه الفني ورجل بتاع الاحمال، ازاي ده يلعب 20 دقيقه، ازاي ده يلعب ثلث ساعه، ازاي تنظيم على اعلى مستوى ما حدش يقدر يعمله يا جماعه الا بقيمه النادي الاهلي. عارف يا كابتن ماهر بدون اقطع حديثك، ماتش مازيمبي ده
السفرية جدا. السفرية والملعب وكل الأجواء بتاعته والجو الحر والرطوبة صعب جدا يا كابتن. طيب خلينا نكمل النقطة. طيب خلاص اتفضل يا كابتن. فعايز اقول لك اسامة ان فعلا النادي الاهلي ده عظيم، والنادي الاهلي ده قيمة وقامة، والنادي الاهلي ده محتاج فعلا حلقات وحلقات عشان نقدر نديله قيمته. مباراتنا مع الترجي مباراة صعبة فنيا، مستر كولر قدر خلال الاربع مباريات بتوع الدوري ان هو الحمد لله ياخد العلامه الكامله، يقدر يدور اللعيبه، يقدر يحط في ذهنه طبعا ثبات التشكيل يهمه جدا جدا في هذه المباراه، لان ثبات التشكيل، عوده المصابين، اللعيبه اللي عندها خبرات، اللعيبه المؤثره، اكيد مستر كولر طبعا محضر لهذه المباراه 50-50. المباراة الأولى موجودة تحت ضغط جماهيري، لكن احنا قادرين بخبرة النادي الأهلي إن شاء الله نعود بنتيجة إيجابية بإذن الله في هذه المباراة. تمام. أستاذ جمال، الصحافة والإعلام ليهم دور مهم جدا خلال الفترة دي. النهاردة هنقول الزمالك بيلعب في نهائي الكونفدرالية، الأهلي بيلعب في نهائي دوري الأبطال. الدعم والمساندة من خلال الإعلام المقروء والمرئي، من خلال الصحافة المكتوبة مهمة جدا، والرسالة بتوصل للعيبة. أكيد. هو طبعا الدعم ده شيء طب هسمع الإجابة. خلينا نروح الأول لزميلنا نروح لزميلنا كريم أحمد مراسل قناة الأهلي علشان يطمننا على بعثة لعبي النادي الأهلي. تحياتي لك يا كريم، وتحيات ضيوف الكرام الكابتن عادل طعيمة، كابتن ماهر همام، أستاذ جمال الزهيري، الدكتور أحمد بيومي. تفضل يا كريم. كل التحيه ليك كابتن اسامه حسني، وكل التحيه لكباتننا الكبار وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه اجواء طيبه جدا حتى هذه اللحظه، استعدادات على قدم وساق بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الكل الحقيقه في حاله جديه كبيره جدا، حاله تركيز، حاله وعي كبيره جدا في الاجواء المحيطه. الاجواء طيبه جدا الحقيقه من الجانب التونسي. عايزين نبدا بهذا الامر الحقيقه منذ وصولنا كابتن اسامه هنا في تونس. الترتيبات الامنيه، الترتيبات اللوجستيه المهمه جدا الحقيقه، اللي بتكون ليها دور كبير وبتكون ليها سبب كبير جدا ان انت تترك المساحه فقط للجهاز الفني بخاتم مستر مارسيل كولر ان هو يركز فنيا فقط، لغير الامور اللي بتكون خارجيه. الامور الاداريه دي ما بتتم على اكمل وجه، بتريح الجهاز الفني بشكل كبير، وبتساعد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي للتقدم في خطوه مهمه جدا ان شاء الله نحو منصة التتويج ال 12 اهلي، هي الشعار لكل جمهور النادي الاهلي. يمكن عايز ابدا معاك كابتن اسامه، وطبعا كباتننا في الاستوديو طبعا هياكدوا على كل هذه الامور. الحقيقه قيمه الكابتن محمود الخطيب في وجوده مع بعثه فريق النادي الاهلي كرئيس للبعثه، في لمساته البسيطه جدا في تحيته لعيبه النادي الاهلي في سلام وفي الطائره، اجواء بتكون مهمه جدا. وزي ما بنقول في كل مره كابتن اسامه، المردود والرساله بتصل سريعا مع الرغبه الكبيره ومع الوعي الكبير في اللي فيه لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عارف اهميه هذه المباراه، اهميه هذه البطوله، لكن القيمه الكبيره الحقيقه في البدايه ما بتكون معانا كابتن محمود الخطيب، والدعم ايضا كمان من مجلس اداره النادي الاهلي بيكون ليها مردود كبير جدا، بيبان في الحماس، بيبان في الجديه، بيبان في امور كثيره من وشوش اللاعبين. فان شاء الله باذن الله كل المجهودات والترتيبات المميزه جدا حتى هذه اللحظه تكلل بالنجاح ان شاء الله يوم السبت في 90 دقيقه مهمه جدا، شوط اول. يعني ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في مستر كولر، في اللاعبين، في الاختيار، في السكواد اللي متواجد معانا. الحمد لله الشيء المطمئن جدا يا كابتن اسامه ان السكواد اللي متواجد معانا ما فيش اي اصابات، وده كان امر مهم جدا. يعني منذ وصولنا للتدريب الاول، النهارده التدريب الاخير، بنحاول على طول بعد التدريب نطمن من الجهاز الطبي، رئيس الجهاز الطبي طبعا دكتور احمد جاب الله، مين بيشكي من ايه، هل في كدمات، هل في التحامات، لان حاله الجديه والحماس الكبيره اللي بنشوفها في التدريب بتكون مهمه جدا. الحقيقه التدريب امس كان مهم، تعرف كابتن اسامه وكباتننا الكبار، التدريب الاول في المباريات او في السفريات بيكون مهم جدا، بيديك الطباع على مدى جاهزيه اللاعبين، مدى تركيز اللاعبين. ايضا كمان المدير الفني بيلمس امور عديده جدا في التكتيك، في الجمل التكتيكيه النظريه اللي بيتكلم عليها، راجل مميز جدا الحقيقه في رؤيه المباريات، في تحليل المباريات، بيتفرج على اكتر من مباراه، بيحاول ان هو يدي هايلايتس لبعض اللاعبين، يوزع على الجهاز الفني، بيقرا كويس جدا المباريات الحاسمه والمباريات الكبيره. عشان كده ان شاء الله باذن الله بنتمنى لمستر كولر كل التوفيق على مدار الايام اللي فاتت، قدر ان هو يصل لاكثر من 6 مباريات من خلال المشاهدات. فان شاء الله باذن الله يقدر يعمل التوليفه، يقدر يوزع سيناريوهات عديده جدا في المباراه النهائيه بتكون مهمه. فان شاء الله باذن الله مستر كولر يكون موفق باذن الله في اختيار التشكيل وفي ادارته الفنيه من خلال خارج الخطوط طبعا في خلال ال 90 دقيقه. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسامه، تدريب النادي
الاهلي الاخير على ملعب حمادي العجربي او ملعب رادس اللي هيستقبل المباراه يوم السبت. تدريب طبعا هنا توقيتات مختلفه ساعتين، يعني زي ما بنقول مثلا عندنا بتكون الساعه 10 هنا بتكون الساعه 8. التدريب بدا الحقيقه في تمام الساعه 8 طبعا ال 15 دقيقه الاولى بالنسبه للاعلام في مجهود كبير جدا الحقيقه بيبذل من جانب الاعلام التونسي وايضا كمان من الناحيه الثانيه النادي الاهلي والصحافه المصريه، احترام كبير جدا متبادل في حاله هدوء. تواجدنا اكتر من مره الحقيقه في تونس لكن المره دي حاله الهدوء كبيره جدا لان قيمه النادي الاهلي كبيره جدا الحقيقه، سواء ما شفنا طبعا رئيس نادي الترجي التونسي في وجود طبعا كابتن محمود الخطيب في الاستقبال، السفير ايهاب فهمي في استقبال كان كبير جدا، ودي الرساله يعني رساله بين الانديه مهمه جدا. وبنشوف القيمتين الكبيرتين الحقيقه زي كابتن محمود الخطيب وايضا كمان حمدي المؤدب طبعا وهو الرئيس نادي الترجي التونسي بتدي رساله للجمهور ان الامور كلها في المستطيل الاخضر وبعد المستطيل الاخضر كل الامور بتكون طبيعيه جدا. وايضا كمان جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الترجي حاله تبادل وحاله ترحاب كبيره جدا في هذه الاجواء، الامور طيبه جدا يا كابتن اسامه. ان شاء الله بس نتمنى التوفيق غدا مع فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه، من تحركنا، الحاله الامنيه، الترتيبات، الكثافه الجماهيريه المعتاده اللي احنا عارفينها ان هتكون على محيط استاد رادس. ان شاء الله باذن الله الامور تكون طيبه جدا معانا وباذن الله يكون فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي. عايز اسالك برضو يا كريم بكره عن يوم لعيب النادي الاهلي، بكره الفطار هيكون الساعه كام، تحرك المحاضره، كل الامور دي عشان نحط كل جماهير النادي الاهلي معانا في الصوره. الأمر الثاني عايز أسألك برضو عن التواجد الجماهيري بالنسبة لجماهير الترجي، شفنا السنة اللي فاتت كان يعني في مشكلة بالنسبة لحضور جماهير الترجي، لكن المرة دي على ما أعتقد هيكون في حضور بشكل كبير. برضو عن بعض الإدخالات اللي ممكن يحضرها جمهور الترجي في داخلة المباراة لو عندك أي معلومة. يعني هبدا معاك من السؤال الاخير يا كابتن اسامه، هو الجمهور وجمهور نادي الترجي الحقيقه يمكن اتكلمت على الدخلات، يعني احنا كنا متواجدين صباحا اليوم بالنسبه للمؤتمر الصحفي اللي كان الساعه 12 ونص ظهرا، شفنا عدد من جمهور نادي الترجي متواجد في المدرجات بيحضروا الدخلات، بيحضروا طبعا اللافتات اللي هم معتادين عليها في الاجواء اللي هم يعني بيكونوا متعودين عليها في المباريات الافريقيه، عندهم سهوله يسر دخول ان هو يقدروا يعملوا لافتات، يقدروا يعملوا دخلات مميزه جدا. متواجدين كان من اكتر من 3 ايام لكن النهارده الحقيقه يمكن كانوا بيعملوا البروفه الاخيره، لكن بشكل عام يا كابتن اسامه لا حاله الهدوء يعني مميزه جدا الحقيقه في هذا التوقيت. في كثافه جماهيريه ويمكن اعلنوا ان هم يكونوا متواجدين 34,000 مشجع، على الجانب الاخر احنا عارفين ان ممكن العدد يزيد عن كده لان في كثافه جماهيريه كبيره جدا، الكل عايز يعني ياخد تذكره ويشجع فرقته. على الجانب الاخر كمان يمكن مخصص للنادي الاهلي مع الساعه 34,000 هتاخد 1700 تذكره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله جمهورنا يكون متواجد بحماسه الكبير زي ما بنقول في كل مره، ال1000 صوتهم صوت مليون، ده مش شعار، دي حقيقه. ما بنسمع صوت جمهور النادي الاهلي سواء في مباراه الوداد في النهائي الاخير او ايضا كمان في مباراه الغد، ان شاء الله باذن الله يكون لهم دور كبير. لحيوا اللعيبه في التدريب الاول، تواجدوا نادوا على كل اللعيبه، حفزوهم، ناديهم على افريقيا الاهلي. فيمكن جمهور النادي الاهلي حقيقه ورا النادي الاهلي في كل حته، وده امر يعني مش جديد علينا ومش جديد على كل لعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله الاجواء تكون طيبه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بالنسبه لليوم الاعتياد يا كابتن اسامه بقى الاخير اللي بيكون قبل المباراه، يمكن مخصص برنامج بادئ من اول يوم، وصلنا هنا 11 صباحا بتوقيت تونس بيكون وجبه افطار، 3 عصرا بيكون وجبه الغداء. المحاضره الفنيه الاخيره هتكون 6 الا ربع، يعني تاخد 20 دقيقه او 25 دقيقه، ومباشره التوجه الى استاد رادس على ان يكون النادي الاهلي متواجد هنا قبل انطلاق المباراه كالعاده بساعه ونصف، الامور والبروتوكولات الخاصه طبعا بالتواجد. اليوم الاعتيادي ان شاء الله بس هو الامر اللي احنا بناكد عليه التنسيق مع الجانب الامني، تحركنا من فندق الاقامه، الكثافه العاديه الجماهيريه اللي احنا عارفين معتادين عليها، ان شاء الله كل الامور دي تكون ماشيه بيسر. وايضا كمان ان شاء الله يكون كل لعبتنا في قمه تركيزها، الروح والجديه والحماس، شخصيه النادي الاهلي، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكون مع فريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله ال 12 تكون اهلاويه يا كابتن اسامه باذن الله. اخيرا يا كريم، وانت قريب من لاعبي النادي الاهلي، متواجد في بعثه اقامه لاعبي النادي الاهلي، يعني حطنا في الصوره المعنويات، ابرز الكلام اللي بيدور ما بين اللعيبه وهي رايحه التمرين. عايز اكد لك على نقطه مهمه جدا يا كابتن اسامه، وهو الحقيقه الخبرات المتواجده مع فريق النادي الاهلي، اللاعبين الكبار كابتن الشناوي، كابتن رامي ربيعه، محمد هاني، كريم ندفد، علي معلول، بيقوموا بدور كبير جدا. يمكن انا اخص الشناوي الحقيقه قايم بدور عظيم الحقيقه، جلسات يعني فرديه مع كل اللعيبه وجلسات جماعيه، الراجل بيحاول ان هو يطلع كل الخبرات اللي عنده. عندنا بعض اللعيبه يمكن ما شاركتش في هذه الاجواء، وعندنا لعيبه خبراتها كبيره جدا، فلابد ان انت تحتاج ان انت تجدد الدوافع. الدوافع موجوده لكن لما بيكون خبره كبيره زي ما قلنا
طبعا اسماء لاعبي النادي الاهلي او كباتن فريق النادي الاهلي، اما بتكلم على اهميه المباراه، التحفيز الكبير، وجود جمهور النادي الاهلي، ملايين الجماهير في مصر منتظره هذه البطوله، شوط اول مهم لابد ان احنا نحسم، لابد ان احنا نبدا المباراه بكل جديه، كل الامور دي الحقيقه واصله للاعيبه النادي الاهلي. لكن اما بنقول الشناوي كقائد فريق النادي الاهلي، ربيعه، محمد هاني، كل الامور دي بتكون مهمه جدا. حاله المعنويات مرتفعه، حاله الجديه شايفينها في التدريبات، الكل حريص ان يساعد زميله، محدش عايز طبعا يعني يكون في اي اصابه او حاجه، فالتدخلات بتكون فيها حرص كبير جدا. اهم حاجه هو نجاح النادي الاهلي، مين هيكون متواجد، اللي قلبه في الملعب اكتر من اللي قلبه على الدكه ده، او العكس صحيح ايضا كمان. فكل الامور دي شايفينها مع فريق النادي الاهلي. ينقصنا التوفيق وينقصنا دعوات كل جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله سيناريو المباراه والجو والمناخ والطقس وكل الامور والترتيبات ان شاء الله تكلل بالنجاح، ويا رب يا رب ان شاء الله تكون يوم سعيد بكره على كل جمهور النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، وايضا بنشكر كل فريق العمل من قناه النادي الاهلي اللي سافر تونس وعمل التغطيه الممتازه عشان يحط كل جماهير النادي الاهلي في الصوره. خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نستكمل حوارنا مع ضيوف الكرام، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ جمال، كان قبل الفاصل بسأل حضرتك عن دور الصحافه والاعلام، لهم دور مهم جدا خلال الفتره دي مع الزمالك ومع الاهلي. الزمالك علشان بيلعب في الكونفدراليه، والاهلي بيلعب في نهائي دوري ابطال افريقيا. الاعلام يا كابتن الواعي اللي هو كنا بنسميه دايما الاعلام الوطني، ده اللي هو بيعتمد على ايه، بيفصل بين انتماءاته الشخصيه. يعني ممكن جدا يبقى رئيس تحرير جورنان زملكاوي، بس هو عارف كويس جدا الدور اللي هو يقوم بيه، يساند الاهلي مش بس لاسباب وطنيه، لا لاسباب، انا فاكر كويس قوي مش عايز اقول اسماء، توزيعيه. يعني النهارده لما النادي الاهلي بيكسب، جورنان ده كان بيتباع بعشرات الالاف، ارقام كبيره، ده حقيقي يعني. فبالتالي منطق اللي هو ايه، مصلحتك انت كاعلامي او كصحفي ان النادي الاهلي يكسب، ده حاجه جميله. طبعا الدور الوطني ده مهم جدا، هو اللي زاد على الوسط الرياضي هو السوشيال ميديا، وبعض الناس اللي هم يعني اشتغلوا في المجال الاعلامي وما عندهمش الوعي، لانه ممكن اي حد يتعرض ان هو يبقى في يوم من الايام اعلامي، لكن لازم يبقى عنده الوعي اللي هو يفرق بين انتمائه وبين ان هو يطلع ايه، النادي الاهلي هيلعب بكره، يجي النهارده يقعد يتكلم في اي كلام عشان مجرد ان هو وقع الدنيا شد شيء غريب الناس. جدا انا بقول انه الناس اللي من هذا النوع يا اما هو عنده مشكله مع الاهلي، بدا في الاهلي ما كملش، يعني كل ومش قادر ينسى بقى. دي انا بشوفها لما انا راجل بتاع اعلام وخريج اعلام وصحافه، اما اقعد ارصد الحاجات دي كل يوم نتصدى للظاهره، انا بتعب، خاصة الظاهرة دي انتشرت بشكل كبير. المجلس الأعلى وغير سوشيال ميديا احنا بنشوفها في الإعلام وفي قنوات ظاهرة، وبنشوف بعض النجوم وبعض الإعلاميين وهم قاعدين كل الشغل الشاغل، ازاي اقعد انتقد؟ هل حد يقدر يمنع الفنانين ان هم يبقوا مذيعين؟ ابدا. هل حد يقدر يمنع لعيبة الكورة المتعلمين او الفاهمين ان هم يبقوا يقعدوا قدام الميكروفون او الكاميرا؟ عادي، لا طبعا ما يقدرش يمنعه، لكن على الاقل يبقى فيه حساب وثواب وعقاب، ضوابط للامر، وضوابط الضوابط دي موجوده. ما نقولش هنعمل مؤتمر لمناقشه ميثاق الاعلامي، ميثاق الشرف الاعلامي موجود من قبل ما نشتغل، يعني احنا شغالين والميثاق ده موجود. اذا انا مش قادر افرق يا كابتن اسامه بين ان انا مشجع وبين ان انا راجل اعلامي ناس بتسمعني وهيعملوا زيي او هياخدوا اللقطات بتاعتي ويشتغلوا عليها، يبقى ما اشتغلهاش. ويجب على المجلس الاعلى للاعلام وهم اساتذتنا يعني ان هو يراقب هذه المساله جدا. يعني انا اذكر في احد المذيعين في التلفزيون المصري طلع قال لك الاهلي ما بيمثلش مصر من فتره، شفنا الظاهره دي حضرتها طبعا، يعني مع انه هو اهلاوي، يعني الغرابه بقى في الامر انه اللي انا اعرفه ان هو اهلاوي، انما هو عاوز يعني يعمل ترند. نوع للاسف الترند فلسفة. هو فلسفه والله ولا ترند ده الترند ده، ما انت ممكن دلوقتي انا اقوم اعمل لك ترند حالا، نتخانق دلوقتي ونقلب الترابيزات ونضرب بعض،
هنبقى ترند بالليل بعد ساعه. هنبقى ترند بونج ترند. فهي الفكره مش في الترند يعني، هي الفكره انه الناس بس يبقى عندها وعي شويه. وده على فكره مش كلام معناه ان احنا قدام، لا الوضع الطبيعي كده يا كابتن طبعا. فالاعلام الحكومي او اللي هو الرسمي انا بثق فيه لانه بيتراجع. يعني واحد يكتب مقال او يكتب موضوع ما بيمشيش كده، لا بيجابوا 50 واحد بيقروه، واذا واحد عنده اعتراض بيعترض. هي المشكله كلها في وسائل الاعلام اللي هو بيسموها النيو ميديا، اللي هي بقى على اليوتيوب على كذا على كذا على كذا، اللي هو ما فيش لا ضابط ولا رابط. لكن مفروض يبقى فيه ضابط ورابط. المفروض انت في عندك زي ما قلنا المجلس الاعلى للاعلام، عندك كمان الهيئات اللي بتسيطر على الانترنت، تقدر تسيطر برضو كل الكلام ده. لكن هي الفكره العامه انه الجميع يجب ان يكون وراء الاهلي ووراء الزمالك ووراء الاسماعيلي لما يكون في مهمه قوميه. تمام. لما نتقابل مع بعض كل واحد حر بقى. طب خلينا بعد مثلا الدكتور احمد بيومي ارجع لك، وعايزين ناخد ترند كده بس ترند ايجابي. ترند شرعي. ترند ايجابي. ايه المانشيت اللي ممكن استاذ جمال الزوري يكتبه عن مباراه الاهلي والترجي؟ ماشي. اروح الاول للدكتور احمد بيومي اللي يعني عشان نتعرف على مشوار الاهلي والترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا. مشوار الاهلي والترجي، طب احط له انا بقى مانشيت بقى. طيب لو جينا بصينا على مشوار، يمكن لو حطينا له فعلا عنوان، لو بصينا على مشوار الاهلي والترجي ممكن نحط له عنوان ان فعلا وصل الاقدر والافضل للنهائي دوري الابطال الموسم الحالي، على مستوى النتائج على مستوى الاداء، سواء على صعيد النواحي الهجوميه او حتى النواحي الدفاعيه. فلاقي فعلا ان الفريقين يستحقوا فعلا ان هم يصلوا للنهائي. يمكن الاهلي دايما معودنا على تحقيق الارقام القياسيه وتحقيق المكاسب، فلاقي دايما ان الاهلي خلال اخر 5 بطولات وصل قدر انه يوصل للنهائي. طب خلال الخمس بطولات دول حقق منهم 3 بطولات، وان شاء الله في طريق ان هو يحقق البطوله الرابعه خلال اخر 5 نهائيات، عشان ان شاء الله يبقى حقق 12 بطوله طبعا، وبيبعد عن اقرب منافسيه اللي هو طبعا فريق المازيمبي او فريق الزمالك محققين 5 بطولات. لو بصينا برده هنلاقي مشوار النادي الاهلي طبعا خلال 12 مواجهه، وبرده نفس الكلام بالنسبه للترجي طبعا، ال 12 مواجهه دول شاملين الادوار التمهيديه ودور المجموعات وبالنسبه للادوار الاقصائيه. فطبعا بنقول برضو ان فريق النادي الاهلي لم يهزم في اي مباراه، ما دخلش مرماه غير هدف وحيد. على الصعيد الاخر برضو بنتكلم على مشوار الترجي، يمكن خلال طبعا فريق زي ما احنا شايفين الاهلي والترجي المباراه 12 مباراه طبعا، فاز النادي الاهلي في 8 مباريات والترجي فاز في 7 مباريات، التعادل في 4 مباريات، الهزيمه النادي الاهلي لم يهزم في اي مباراه، الترجي اتهزم في مباراه الهلال السوداني، الهلال السوداني في مشوار ال 12 مباراه النادي الاهلي سجل 19 هدف بالزبط. صح كده؟ اقوى خط هجوم، اقوى خط هجوم، وتلقى شباكه هدف واحد، اقوى خط دفاع موجود في البطوله طبعا فريق النادي الاهلي. على الصعيد الاخر هنلاقي برضو فريق الترجي بيقدم بطوله اكثر من رائعه. يمكن هو بيغيب من 2018 ما كانش بيصل للنهائيات، رجع مره ثانيه عشان يصل للنهائي في 2024. فبالنسبه لفريق الترجي بنقول برضو يمكن العامل المشترك بقى هنا ما بين فريق الترجي وفريق النادي الاهلي هو حته التركيز الدفاعي. هنلاقي في فريق الترجي ما دخلش ما لم يهزم غير في مباراه وحيده، كانت في مباراه الهلال السوداني، ودخل خلال المباراه دي 3 اهداف. باقي المباريات لم يهزم، لم يدخل مرمى اي اهداف في خلال المباريات. نفس الكلام بالنسبه للنادي الاهلي، دخل مباراه دخل مرمى هدف وحيد. فبنقول يمكن العامل المشترك ما بين الاثنين الناحيه او التركيز الدفاعي، مش هنقول اللعب الدفاعي، التركيز الدفاعي كان موجود عند الفرقتين، ودوت اللي يمكن وصلهم ان هم يصلوا للمباراه النهائيه. تفوق النادي الاهلي خلال المشوار هي الحته الهجوميه هنا، لان فريق النادي الاهلي 19 هدف مقابل 9 اهداف فقط لفريق الترجي. ده يمكن خلال المشوار الفريقين قلنا قبل كده ان شاء الله هيبقى يعني نهائي يليق بالقارة السمراء ما بين الفريق النادي الاهلي وفريق الترجي نتيجه المشوار الحافل اللي هم فعلا يستحقوا ان هم يصلوا للنهائي. طيب استاذ جمال، نعم، الترند بتاعنا بقى الترند اللي جاي والمانشيت اللي ممكن ربنا يستر. يعني انا عايز برضو اضيف على كلام دكتور احمد انه الترجي في الفتره اللي تولى فيها كاردوزو المهمه اداؤه تحسن جدا دفاعا وهجوما، وخاصه بعد الصفقات اللي اتعملت اللي هي الاثنين البرازيليين وفي حد توجولي في خط الوسط الوسط مركز، فبقى عنده اتزان في الدفاع والهجوم، ويمكن عشان كده قدر يكمل
ويصعد رغم العقبات اللي هو يتعرض لها. بالنسبة بقى للمانشيت بتاعنا لازم برضو احنا اصدقاء قوي مع الترجي على فكرة. طبعا. يعني احنا بنلعب مع الترجي من 1990. 24 لقاء. فزنا وفازوا ما كانش في اي مشكلة. ودايما الخسران بيقول الكسبان الف مبروك. فهنقول الاهلي والترجي اصدقاء ولكننا سنفوز باللقب الثاني عشر بإذن الله مع كل الاحترام للصداقة يعني بإذن الله. خلونا نروح لمؤتمر مستر كولر اللي كان النهاردة ونشوف قال إيه عن مباراة النهائي بكرة بإذن الله، وبعدها نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية. Ja, wir freuen uns, dass wir das Finale erreicht haben. Wir haben eine sehr gute Champions League Qualifikation gespielt und sind jetzt hier in in diesem ersten Finalspiel. Freuen uns, oder ich freue mich auf dieses Spiel, auf dieses Finale. Es sind zwei hervorragende Mannschaften, die das natürlich auch absolut verdient haben, in diesem Finale zu stehen. Und dementsprechend, wenn man im Finale ist, möchte man natürlich auch gewinnen. Und ja, wir werden alles tun in diesen zwei Spielen, um das möglich werden zu lassen. سعداء جدا ان احنا هنا، سعداء جدا بالوصول النهائي. عملنا بطوله كبيره، تعبنا كتير عشان نقدر ان احنا موجودين هنا في النهائي. قدامنا مباراه مع فريق قوي جدا، فريق كبير. اعتقد الفرقتين استحقوا الوصول للنهائي، واعتقد ان هما الاثنين قدموا بطوله كبيره جدا الاثنين، واعتقد ان هما احق فرقتين بالوصول للنهائي. الوصول النهائي معناه دايما ان انت عندك طموح ان انت تاخد البطوله، وبالتالي احنا هنعمل كل اللي في وسعنا، هنأدي كل شيء حتى نحصل على البطوله في الماتشين ان شاء الله. عندنا ماتش هنا وماتش في القاهره، وبالتالي هنأدي كل اللي علينا قدر الامكان للحصول على البطوله في الماتشين ان شاء الله. طبعا احنا كلاعيبه وكنادي اهلي طبعا احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين هنا واصلين النهائي خامس مره على التوالي. احنا بالنسبه لنا دي حاجه، تعبنا الفتره اللي فاتت بشكل كويس عشان نوصل النهائي، واحنا عارفين المباراه صعبه. احنا عندنا 180 دقيقه، عندنا شوط اول هنا في تونس وشوط ثاني ان شاء الله في مصر. ان شاء الله يبقى معنا التوفيق بكره ان شاء الله، وجاهزين بشكل كويس جدا للمباراه بكره. احنا محضرين بشكل كويس، ان شاء الله يبقى معنا التوفيق وان شاء الله ناخد البطوله ونرجع نرفع الكاس ان شاء الله في مصر. Dass wir hier 3-0 gewonnen haben, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Und ja, auch damals natürlich auch schon eine gute Mannschaft mit dabei war. Und jetzt sind wir im Finale, das ist natürlich nochmals eine Kategorie höher. Und das Benaz hat auch gute Spiele gezeigt. Und ich habe 5 Spiele angeschaut. Ich habe natürlich auch gesehen, dass sie sehr gut spielen können, und es ist vor allem natürlich morgen auch in diesem Heimspiel werden sie alles tun, um das Spiel zu gewinnen. Wir müssen bereit sein, müssen dagegenhalten, müssen wissen aber auch, wie unser Captain das schon gesagt hat, dass es 2 Spiele gibt, und schlussendlich wollen wir nach diesen 2 Spielen besser dastehen als unser Gegner. احنا السنه اللي فاتت جينا هنا طبعا الموضوع كان مختلف تماما، النهائي غير لما تلعب في ادوار اقصائيه. كسبنا هنا 3-0، عملنا ماتش كبير جدا السنه اللي فاتت، كنا بنلعب فريق كبير. يبقى الترجي مين اللي بيلعب دايما؟ الترجي فريق كبير، فاحنا عملنا مباراه كبيره. طبعا كان في فرق كبير ان ما كانش في جمهور حاضر السنه اللي فاتت، فده برضو فرق السنه دي. لكن اعتقد ان انا اتفرجت على الترجي كتير، الترجي السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت، في تطور كبير، في تحسن كبير في اشياء كتير. انا اتفرجت على 5 مباريات للترجي لغايه دلوقتي، وشايف ان في طبعا الترجي بيلعب كويس جدا، استحق الوصول للنهائي. النهائي دايما بيبقى كاتيجوري اعلى كتير من الادوار الاقصائيه. طالما وصلت للنهائي فانت فريق اقوى، فانت فريق افضل من الفرق القاره، وبالتالي كمان في النهائي الدوافع بتبقى مختلفه. بيبقى الفريق عايز، كل فريق عايز ياخد البطوله. واعتقد طبعا ان الماتش بكره هيبقى مختلف تماما، هيبقى محتاج مننا تركيز كبير. وزي ما كابتن الفريق كابتن الشناوي قال، احنا بنتكلم على ماتشين مش ماتش واحد، في مباراه بكره وفي مباراه ان شاء الله الاسبوع القادم في القاهره. لازم نبقى مفكر دايما ان هم 180 دقيقه. هنقدر هنحاول نعمل كل شيء عشان
في ال 180 دقيقة نكون أفضل من الترجي. ده الهدف بتاعنا إن شاء الله عشان نقدر إن احنا ناخد البطولة. أكيد طبعا النادي الأهلي طبعا دايما على طول الحمد لله يعني اللي هو موجود على طول في النهايات. الفترة اللي فاتت 5 نهائي على التوالي زي ما أنا قلت. بالنسبة لنا النهائي ده احنا بنفكر في بكرة على طول. النادي الأهلي دايما على طول ما بياخد بطولات بيحطها ورا ظهره على طول، بنحطها خلاص في الدواليب، بنفكر على طول في البطولة اللي جاية. طبعا أكيد بالنسبة لنا بنلعب أي فرقة من شمال أفريقيا، وبالنسبة أكيد طبعا زي نادي الترجي نادي كبير وليه شعبية كبيرة وجمهور كبير، أكيد طبعا احنا بنديله أي احترام كبير جدا. وبالنسبة لنا الماتشات عامة بتاعت شمال أفريقيا عامة بتبقى ماتشات صعبة، بنبقى قريبين من اللغة وقريبين من اللعب مع بعض، عشان كده ده الاختلاف في النهائيات الثانية. احنا بنيجي نلعب فرق أفريقية، ده الاختلاف يعني. واحنا كده كده عاملين احترام جدا لفرقة الترجي، وإن شاء الله زي ما قلت يبقى معانا التوفيق بكرة أهم حاجة. واحنا عندنا ماتشين، الماتش الأولاني الشوط الأولاني بكرة هنا، يبقى معانا التوفيق نرجع بنتيجة إيجابية، والماتش الثاني إن شاء الله في مصر ربنا يكرمنا. Also es sind zwei Spiele. Also es, auf der einen Seite ist natürlich Erfahrung wichtig. Ja, es ist wichtig in Auswärtsspielen, es ist wichtig in Finalspielen. Aber schlussendlich sagt das noch nicht darüber aus, dass man das Spiel auch gewinnen kann. Es sind, wie gesagt, zwei Spiele und es werden zwei intensive Spiele geben. Aber wer dann schlussendlich gewinnt, das steht noch in den Sternen, das wissen wir noch nicht. Und wir wollen alles dafür tun, aber rein nur die Erfahrung wird das Spiel sicher nicht entscheiden. مش شايف الأمور بالشكل ده. الفرقتين أقوياء ليهم نفس الحظوظ. الخبرة أكيد الخبرات بتفرق في الملعب، ممكن تديك بعض الأفضلية، لكن في النهاية كرة القدم لا تعترف لا بالتاريخ ولا بالخبرات. كرة القدم تعترف فقط بالأداء في الملعب. الفرقتين كبار، حظوظهم متساويه، الماتش هيبقى صعب جدا، هيبقى التنافس قوي، هيبقى المستوى متقارب. فبالتالي انا مش شايف ان الاهلي حظوظه اكبر بالشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه. انا شايف الفرقتين حظوظهم متساويه، لان ماتشات النهائي تلعب ولازم انها محدش يقدر يعرف الغيب او يقدر يعرف مين اللي هيكسب في الماتشات النهائيه. الاداء في الملعب هو ده المحك، وده اللي احنا هنحاول نعمله، ان احنا ان شاء الله نبقى افضل ونأدي كل اللي عندنا عشان نكسب المباراه. لكن احنا ما لناش افضليه على حد، احنا فرصنا كلها متساويه. اكيد طبعا مباراه النهائي بتبقى مختلفه تماما عن الادوار اللي قبل كده. بالنسبه لنا احنا عندنا خبرات، وصلنا زي ما قلت نوصل النهائي كتير الفتره اللي فاتت الحمد لله، يعني ده اهم حاجه. بس ماتشات النهائي بنلعب اي فرقه قدام اي فرقه بيبقى الماتش مختلف تماما. بتلعب 180 دقيقة زي ما قلت، الشوط الأولاني على أرضهم، الماتش الثاني على أرضنا، الجمهور بيبقى عامل فرق كبير طبعا. بس في الأول وفي الآخر احنا خدنا على المرحلة ديت اللي احنا نلعب في وسط جمهور، ونلعب واحنا بنحب ان احنا نلعب في وسط جمهور في تونس في أي حتة في البلاد الأفريقية. بالنسبة لنا بتبقى حاجة كويسة جدا. اللي في الأول وفي الآخر اللي بيلعب واللي بيكون محضر بشكل كويس واللي بيكون مركز بشكل كويس ومدي الفرق احترامها، ده اللي بيفرق في الملعب. واحنا بندي احترام جدا لفرقه الترجي، وهم اكيد طبعا مدينا احترام كبير جدا، ان احنا برضو يعني وصلنا 5 نهائيات. طبعا هم مدينا احترام جميل جدا، واحنا في الاول وفي الاخر احنا بنقول الماتشات النهائي ملهاش يعني توقعات. احنا اهم حاجه نجتهد ونشتغل، واحنا بنحضر بشكل كويس، وزي ما قلت يبقى معانا التوفيق بكره وان شاء الله، ويبقى معانا التوفيق في مصر ان شاء الله. Nein, denke ich auch nicht. Also Champions League Finale ist wieder was ganz anderes, und mein Esperance ist ja auch vorne mit dabei, und der Trainer hat ja auch den ein oder anderen Spieler eine Pause gegeben. Also ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel, und man kann es nicht damit vergleichen mit einem Meisterschaftsspiel. مباريات الدوري لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بنهائي دوري الأبطال. الدوافع مختلفة، المستويات بتبقى مختلفة كمان. أنا عارف إن المدرب أولا الترجي هو المتقدم في جدول الترتيب في الدوري التونسي، وكمان المدرب أراح عدد كبير من اللاعبين في الماتشات اللي فاتت في ماتش الكاس، فبالتالي مش معيار ولا مقياس خالص الماتشات اللي فاتت. ماتش النهائي دايما دوري الابطال بيبقى مباراه مختلفه، اجواء مختلفه، دوافع مختلفه،
لا يمكن مقارنته على الاطلاق بالمردود اللي كان في المنتصف المحليه. طبعا احنا كباتن فرقه موجوده في النادي، بنتكلم مع الفرقه، بنقعد نتكلم معاهم، احنا بنحترم اي فرقه كبيره صغيره، احنا بنشتغل نفس الشغل بالظبط، نفس الكلام، نفس كل حاجه. طبعا ده نهائي، بس في الاول وفي الاخر احنا زي ما قلت بنحترم كل الفرق. هو نفس الكلام، بيبقى فيه طبعا الخبرات اللي موجوده من الاهلي، هم بنقول لهم عليها وبنقول لهم ايه اللي هيحصل والكلام ده كله، كل السيناريوهات. عشان كده بنحضر بشكل كويس المباراه، ومعتقد ان احنا محضرين بشكل كويس، بس معانا التوفيق ان شاء الله. اكيد طبعا علي معلول قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي، يعني كل الناس وبالنسبه للجمهور، انا من ابن النادي الاهلي، وده حاجه شرف ليا. وهو علي دلوقتي مع في النادي بقاله 8 سنين، بالنسبة لنا قيمة كبيرة، وطبعا احنا كلنا كنا مبسوطين جدا ان هو يلبسها، ان واحد من كباتن الفرقة وبتساعدني في الفرقة، ومن كباتن اللي موجودة كلاعيبة كبيرة، واحنا مع بعض على طول وبنتكلم مع بعض كتير. وهو بالنسبة لجمهور النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا، ومعتقد برضه في تونس علي معلول هنا اسم كبير. انا لو اتكلمت على علي معلول ممكن اتكلم لبكره الصبح يعني، عشان هو مش بالنسبه لي كلعيب، لا هو اخ، واكتر من اخ كمان، عشان احنا بقالنا 8 سنين مع بعض. انا بالنسبه لي علي مهم جدا في الفرقه بخبراته، يعني انا اكن ان هو طبعا تونسي، بس اكن هو مصري بالنسبه لنا. وانا طبعا يعني علي بيبقى واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، وتاريخ النادي الاهلي عمل تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي، ودايما على طول مع بعض، ودايما بناخد بطولات مع بعض، ودايما هناخد كمان بطولات اللي جايه ان شاء الله. ويعني لو اتكلمت زي ما قلت هتكلم لبكره الصبح، يعني ده حقه ولازم نقوله. وهو طبعا من كباتن الفرقه، ويعني يا رب دايما يبقى موجود، وعلى طول بيجيب بطولات معانا. لا الوقت الحالي بالنسبه لي الفرقه كلها متغيره، يعني ما فيش حد بالنسبه لي الفرقه، ما نيجي نحترم الفرقه الترجي بنحترم الفرقه ككل، ما بنحترمش كافراد، يعني احنا بنحترم الفرقه، بنحترم اللعيبه كلها، وبنتفرج على الفرقه كلها. احنا بالنسبه لنا كنادي كبير الحمد لله، يعني الحمد لله احنا ما بنخافش من حد، واللعيبه كلها بتحترم كل لعيب في الفرقه، وبتحترم النادي الترجي كله عامه. يعني اكيد طبعا مباراه قويه جدا، النهائي، انت حضرتك بتتكلم عن النهائي، ان كده كده الجمهور بتاعنا وجمهور الترجي بالنسبه لنا احنا تعودنا خلاص على الضغط ده، بقى لنا فتره كبيره جدا، واللعيبه اللي موجوده اتحطت في المواقف دي قبل كده. واحنا زي ما قلت احنا بنحب نلعب في مباريات فيها جمهور كتير، بنبقى سعداء ان يبقى في جمهور هنا في مصر او هنا في تونس. اللعيبه اتعودت على كده وخلاص، يعني ما فيش حد عنده الرهبه ان يبقى في جمهور في الملعب، لا ما عندهمش رهبه خالص. واهم حاجه المباراه تطلع بشكل كويس، والنتيجه لسه في ماتشين، شوط هنا وشوط هناك، وان شاء الله الماتش الثاني يبقى بالنسبه لنا يبقى معانا التوفيق، وان شاء الله ناخد البطوله. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عادل، تصريحات واقعيه لمستر كولر في المؤتمر الصحفي عن مباراه الاهلي والترجي بكره، تعليقك على تصريحات مستر كولر؟ اولا بيحترم قوي فريق الترجي، وبيقول ان انا السنه اللي فاتت جيت لعبت الترجي وكسبت 3، الوضع مختلف دلوقتي. بيحترم الترجي ان هو بيوصل النهائي، ومعنى ان هو وصل النهائي يعني الفرقتين وصلوا، دول الاكيد ان هم افضل فرقتين يوصلوا للنهائي. الحاجه الثانيه وهي انه بيدي برضه ثقه للاعيبته ان المباراه 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هناك، بس انا 90 دقيقه بتاعتي اللي هنا انا هبقى مركز فيها جدا، وبشتغل عليها شغل رائع جدا، ان انا مش بعيد ابدا ان انا اكسب. لانه مع احترام الفريق الترجي، لما نشوف البطولات اللي الاهلي واخدها والترجي واخدها على مستوى العالم او على مستوى افريقيا او على اي مستوى، فانت دايما النادي الاهلي في حته تانية. دي ما تنسينيش ان انا ببقى متواضع في ادائي وبحترم المنافس، بس في نفس الوقت لازم احط اعتبار ان انا لعبتي لما بتادي وبتركيز عالي مفيش فرقه تقف قدامها. والدليل على كده انت بتروح كاس عالم بتلعب ريال مدريد، كنت بتلعب ريال مدريد مدافع؟ لا، تلعب كورتك وفتح خطوط بايرن ميونخ وتهاجم. الاتحاد السعودي والهلال السعودي وجايبين والفريق البرازيلي فلومينسي في كاس العالم للانديه، يعني هل كنت بتلعب مدافع؟ لا. ثقافه النادي الاهلي كولر
من اول يوم نزل من الطياره عارف النادي الاهلي ثقافته ان انا فرقه بتهاجم بشراسه وبتدافع بقوه كل فرد عليه واجبات. وشفنا الخمس بطولات الاطراف بتوعنا كانوا بيعملوا ايه. حسين الشحات وبيرسي تاو على طول شغالين في 80 90 متر بيغطي ورا علي معلول وهنا بيغطي ورا هاني او اي حد كان بيلعب في وسط الملعب. ثلاثه اسود كان حمدي فتحي قبل ما يمشي ولا مروان ولا امام عاشور ولا مروان عطيه امام عاشور وديانج وكوكا محمد نبيل كوكا. فطبعا الثقافه دي برضو من خلال المؤتمر دي مهمه جدا. برضو الشناوي ما انساش ان الشناوي عامل دور قوي جدا. وبعدين عجبني فيه قوي ان كل كلمه بيقولها ان شاء الله كل كلمه ان شاء الله لان كلها مشيئه ربنا. فيبقى التوفيق مشيئه الله ثم الاسباب. صح. ايه الاسباب؟ ان انا ابقى مركز مانيش خايف. للاسف يا كابتن بقالنا اكتر من اسبوع ماتش الترجي ماتش كل القنوات كان انا رايح العب مع فريق جاي المان سيتي. ده المان سيتي انا مش خاف منه. احنا الماتش في كاس العالم مستر كولر تواضع احترام مركز ده هدف. كان ممكن نقابل المان سيتي في في كاس العالم انديه مش كده؟ كان وارد جدا لولا برضو التحكيم هو الاخر. فانا كشناوي لما كل حاجه بمشيئه الله انا في نفس الوقت الاسباب باخد بيها اللعيبه كلها مركزه. الإدارة عليها دور كبير جدا جدا خاصة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن. الكابتن مجرد إن أنا لما أبقى رايح وبسلم على إيد اللعيب وبعدين في كل مناسبة بفكره أنا بسلم عليه وأنا مش عارفه. ما أنا عارفه وبنتقابل كتير في التمرين. رسالة كده بتوصل رسالة كده وأنا بسلم عليه وعيني في عينه. خد بالك أنت في النادي الأهلي. خد بالك المباراة دي مهمة. خد بالك انت في النادي الاهلي ما بتشبعش بطولات. بعض الاحيان تبص تلاقي واحد يقول لك هو النادي الاهلي لازم من عندنا حتى يقول لك النادي الاهلي لازم ياخد كل البطولات. ايوه النادي الاهلي ياخد كل البطولات هو جمهوره كده. عاجبك ولا مش عاجبك؟ هو جمهور النادي الاهلي كده. والا ما كنتش تاخد هذا الكم من البطولات لولا بفضل الله ثم جمهورك اللي عامل فرن كده وراك انك انت ما فيش بطوله تعديها منك. ليه؟ لان وراك بعد فضل ربنا وراك جمهور ما بيشبعش بطولات. ما يبقاش انت عندك 150 بطوله قاريه وبتنافس ريال مدريد وبرشلونه والاخره وانت في دوري محلي كلنا عارفينه. فده طبعا كل دي الامور انا بحيي عليها الشناوي الحقيقه رائع كابتن فعلا يستاهل انه يبقى كابتن النادي الاهلي. تمام كابتن ماهر وكابتن عادل بيتكلم عن النواحي الهجوميه وطريقه لعب النادي الاهلي دايما بيلعب كره هجوميه لكن النواحي الدفاعيه مهمه جدا في المباريات اللي زي دي. دكتور احمد بيومي اتكلم عن احصائيه مهمه جدا. النادي الاهلي في مشوار البطوله تلقى شباكه هدف الترجي ثلاث اهداف. اذا هنا البطوله بتيجي تمركز الدفاع الجيد تقارب الخطوط النواحي الدفاعيه. شايف دفاع النادي الاهلي بكره ازاي قبل لقاء الترجي؟ اتكلم على محمد عبد المنعم بتتكلم عن ياسر ابراهيم دخل ومتواجد بتتكلم عن متولي ورجعت فورمته وشارك في الثلاث مباريات السابقين وشارك في مباراه مازيمبي وكانت مباراه صعبه وكمان رامي ربيعه. شايف دفاع النادي الاهلي ازاي؟ الاحصائيات اللي قال عليها الدكتور احمد واضح احصائيات طبعا بتاكد ان اقوى دفاع موجود هو دفاع النادي الاهلي في البطوله ككل واقوى هجوم بردك هجوم النادي الاهلي. عايز اقول لك حاجه يا اسامه هي الناس بردك بتفكر او تقول لك هو الدفاع الاربعه اللي ورا بس يعني هم دول اللي بيشيلوا الشيله. أيوة. لا الدفاع بيبدا بالزبط. زي ما اتعلمنا بالظبط من راس الحرب من راس الحرب بيبدا من قدام. مهم جدا ان انا بعد ما اتقطع مني الكوره لازم يبقى الدور الدفاعي لكل الخطوط وبدايه الخط الامامي. هيبقى بنسب مش هيبقى 100% لكن هيبقى بنسبه بمحاوله يعني وبعدين نص الملعب وبعدين المدافعين. احنا بس سامح تبقى عندنا مشاكل بقالنا فتره الكور الثابته خصوصا لعيبه شمال افريقيا يعني لما لعب تونس لما خايفين من الكور الثابته لعب يعني الجزائر اول حاجه ناخد بالنا بكره من الكرات الثابته الكرات الثابته وهم كمان عندهم الكرات العرضيه بيقدروا يحرزوا منها اهداف. العمق بالنسبه للعمق الدبل باص او الاختراقات او التصابات من خارج ال 18 بتبقى نسبتها مش زي اطراف الملعب في الكرات العرضيه او الكور الثابته اللي هم بيقدروا يستغلوها بشكل كبير جدا.
احنا كنا بنتناقش قبل ما نطلع اسامة على الخبرات بقى اللي موجودة في الحالة الدفاعية في الكور الثابتة. بعض المدارس تقول لك ايه؟ يعني اذا كان الشناوي او مصطفى شوبير. حسب ما مستر كولر معود الناس في الجزء اللي هو في الرقابة داخل ال 18 في الكرات دي. بتفضل انت مدافع كتمار مان تو مان كل واحد مع واحد ولا المكان كل واحد بيرتكز في المكان بتاعه؟ احنا ايامنا كانت المنتومان الطول مع الطول والقصر مع القصر وبالارقام. دلوقتي اتغيرت بقى التكتيك اتغير عن ايامنا احنا. فبقى في الجزء اللي هو بالظبط اللي هو اربع لعيبه بيبقوا على خط 6 ياردة عشان يقدروا يحموا اي كوره بتبقى موجوده في المنطقه دي. وفي نفس الوقت بقيه اللعيبه هتبقى منتومان مع اللعيبه اللي جايه. كنا بنتكلم على خبرة الشناوي طبعا في اللقاء الجميل اللي هو اتكلم فيه على دوافع النادي الاهلي ووصولنا والتركيز والمباراة قوية وفرقتين. في نفس الوقت مهم جدا في المباراة اللي فيها قمة دي يبقى الخبرات اللي موجودة. يعني ما بنقلش من مصطفى شوبير، بالعكس مصطفى الفترة اللي فاتت يعني عمل مباريات فعلا اجاد فيها بشكل كبير جدا. لكن كنا بتناقش مع الكابتن عادل لو احنا ممكن في بداية التشكيل الراجل يفاجئنا بالشناوي. يعني انا يمكن عشان هو كابتن عادل موجودين في التدريب اكتر من احمد ومن كابتن جمال قلنا ممكن. يعني ممكن راجل مش بعيد انه يبدا بالشناوي. بس خلينا ايه، واحنا قلنا ايا كانت الاسماء اللي موجوده بالزبط. مين يلعب؟ احنا كلنا في المباراه زي دي احنا كلنا ورا النادي الاهلي بالظبط. ورا يعني مين يلعب صح. ومين يقعد بالظبط. يعني بعد التوقعات اللي بيمثله النادي الاهلي احنا كلنا وراه. بعد التوقعات احنا بنتكلم على يعني رؤيته في ان احنا مش قلقانين. يعني بالظبط مش قلقانين. مصطفى موجود، الشناوي موجود، ده شيء ايجابي. الاثنين ما شاء الله حاجه تفرح. يعني بدك عشان ندي حق الشناوي على الفترات اللي هو قبل الاصابه. وجود متولي، وجود معلول، وجود متولي وعبد المنعم وياسر ورامي. يعني انا شايف ان الراجل ممكن يدي متولي مع عبد المنعم. لكن انا كنت بتكلم مع كابتن عادل، انا بفضل رامي لان رامي يعني موجود الفتره اللي فاتت في بعض المشاكل في التهور. لكن ممكن من ضمن الملاحظات اللي مستر كولر يبدا يتكلم عليها مع رامي ان التهور في الحته دي محتاج يعني بالظبط الهدوء. لان حته حساسه التهور بيحصل فيها اكيد 100% بيسبب لنا مشكله ممكن مش محتاجينها. يعني احنا مش محتاجين المشاكل اللي حوالين ال 18 في المباراه اللي محتاج العب في الامان في المباراه. بالظبط بالظبط. الكره اللي عايزه تتحط في المدرج بالزبط. المدرج اللي عايزه تسلم في الرجل وبتفرق يا اسامه. اول ربع ساعه بالذات أيوة. طول ما انت ما بيجيش فيك ده اهم تركيز الربع ساعه الاولى ان ما يجيش فيها ضغط جماهيري اخطاء تحكيميه. المهم ان انا اطلع بيها بره الامان تفرق معايا طول المباراه. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل اروح للاستاذ جمال علشان اساله ماذا يحتاج الاهلي وكولر علشان يرجعوا ان شاء الله بنتيجه ايجابيه من مباراه الترجي من رودز. نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل استكمل حواري مع ضيوفي الكرام. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ جمال كنت بسالك قبل الفاصل ماذا يحتاج الاهلي وكولر علشان يرجعوا بنتيجه ايجابيه من مباراه الترجي في تونس. شوف يا كابتن، اولا من خلال برضو كلام كولر في المؤتمر هو متابع جدا التطورات اللي حصلت على اداء الترجي والتغييرات، يعني اللي هي العناصر الجديده او اللي بيسموها الانتدابات، يعني اللي هو اللعيبه اللي جم جداد، وعارف مدى تأثيرهم في تغيير طريقة اللعب وطريقة أداء الترجي اللي هي وصلته زي ما قال برضو دكتور أحمد إلى أنه أفضل النتائج هو والأهلي، هم اللي وصلوا لأنه بيلعبوا يعني في مزيج من الأداء أو التأمين الدفاعي، الحرص الدفاعي والأداء القوي هجوميا. يعني وبيعتمدوا الفريقين على الجماعية بتاعت الفريق بالظبط. وبيوصل للمرمى، مرمى الفريق المنافس بأسرع طريقة. فأهم حاجة بالنسبة للأهلي إن شاء الله، هو قال برضو حاجة إن إحنا الماتشين 180 دقيقة محتاجين بوليسي. أنا مش يعني هقولها زي ما قالها المترجم، بوليسي يعني سياسة أو
إدارة جيدة لل 180 دقيقة. أنت عايز إيه هناك في 90 دقيقة، وبعد كده هتعمل عليهم إيه في 90 دقيقة اللي جاية. فأنا بعتقد إن هو هيبقى في حرص دفاعي، حرص مش بمعنى أداء عشوائي دفاعي، لأ. لازم، لأن أنت لو هاجمت بكل قوتك الترجي يعني هيتعبك. خلي بالك من نقطة مهمة، مباراة صن داونز اللي كانت في تونس الترجي ما فتحش الجيم، ده بالعكس كان بيقفل في وقت هو عاوز يكسب، وكان بيلعب على المرتدة فين؟ ده في ملعبه. أيوة. ممكن نشوف الشكل ده في مباراة الأهلي طبعا، وانت لازم يبقى عندك الحذر ده. أيوة. كمان يعني انت مش معنى ان هو هيبقى لامم خطوطه شوية او هيلعب يعني بشكل في حذر دفاعي، مش معنى كده ان انا هندفع هجوميا واسيب عندي المشكلة اللي بتظهر عندك احيانا، اللي هي مشكلة الاندفاع ده اللي بيعمل ثغرات في المرتدات بقى. في المرتدات. وبعدين هو عنده لعيبة تجيد اللعب على المرتدات، عنده سرعات، عنده الاثنين البرازيليين يان ساسي ورودريجز تقريبا. الاثنين دول خطر جدا. وبالتالي هي مباراة، يعني مباراة لازم يبقى أدائك فيها متوازن. تمام. بمعنى الكلمة. يعني احنا دايما نقول ايه، توازن بين الدفاع والهجوم، يعني بنقولها على اساس انها ايه، هي دي الامل. لا، هو ده الامل وهو ده الطريقه، ده لازم يتطبق، هو ده لازم يتطبق فعلا على ارض الواقع. ان انت تلعب بهذا الاسلوب وما تستعجلش النتيجه. يعني مش معنى ان انت عايز تحرز هدف ان انت تكشف الخطوط بتاعتك الخلفيه. وبرضو احنا عندنا لعيبه الاهلي عندهم الامكانيه يعملوا ده، ما عندهمش مشكله في ده، بس هي محتاجه يقظه وتركيز كامل على مدار ال 90 دقيقه. تمام. وبقول على مدار ال 90 دقيقه يعني بالظبط اللي هي 90 يعني ما ينفعش اسرح في دقيقه، لا قدر الدقيقه بس. وعلى فكره فوق ال 90 كمان النادي الاهلي شفناه في ماتشات كتيره جدا بيبقى يقظ اكتر حتى بعد ال 90. فدي نقط مهمه يعني. تمام. دكتور احمد، بعض الحالات اللي انت محضرها لنا لطريقه لعب الترجي، طريقه اللعب، الاهداف اللي دخلت فيه، الاهداف اللي سجلها، عايزين نشوفها. حضرنا بعض الحالات. خلينا طب الاول نربط طريقه اللعب ببعض الارقام التحليليه اللي بتعبر على الاسلوب بتاعهم او الناحيه الفنيه بتاعتهم بتبقى عامله ازاي. تمام. هو في البدايه طبعا احنا هنحس بفرق ما بين طريقه لعب الترجي وما بين اخر مباراه للاهلي مع مازيمبي. في فرق، هيبقى نحس ان فريق الترجي اكثر نظاميا، عنده اسلوب واضح، يمكن بعيدا طبعا عن على الاجواء اللي كانت حاصله في مباراه مازيمبي، الصعوبات سواء الارض او الجماهير او ايا كان، ولكن احنا هنحس بفرق في الحته الفنيه بقى. هنحس ان الفريق عنده حته اسلوب معين بيتم بيه، عنده ناحيه نظاميه في التحركات، الالتحامات يعني اكتر، نضج اكتر بكتير فنيا. فخلينا نستعرض برضو بعض الارقام الفنيه خلال مشواره. هنلاقي مثلا المعدل التحليلي بتاعه خلال المشوار بتاعه بالظبط. هنلاقي معدل التمريرات مثلا، معدل التمريرات ليهم اكتر من 500 تمريره. طب ده في عرف التحليل يعتبر معدل جيد، بيقدر ينقل الكوره بشكل كبير، استحواذ، عنده استحواذ. ولكن هنا تعليقنا بقى على الاستحواذ، لان هو يعني بقدر الامكان استحواذ سلبي شويه. ليه سلبي؟ بيدور الكره دايما قدام منطقه الجزاء عنده. وبعد كده عشان يعني لو جينا بصينا على تدرج الهجمه، هي اول حاجه عمليه البيلد اب، بعد كده عمليه البروجريشن اللي انا ازاي انقل الهجمه من منتصف ملعبي لمنتصف ملعب الخصم، بعد كده اخش في مرحله الكرييشن ان انا ازاي اخلق فرصه خطره، بعد كده اخر مرحله هي مرحله الفينش ان انا افنش الهجمه بتاعتي. لو جينا طبقنا الاربع مراحل دول على فريق الترجي، هنلاقي ان هو البيلد اب عنده كويس جدا، ما بين طبعا عندنا مرياح او توجاي بينقلوا الكره بشكل كويس مع لاعبي الارتكاز عندهم في وسط الملعب اللي هو اوهولو بالظبط، اللي هو مركز 6، بيدور الكره بشكل كويس، بعد كده بينقلوا الكره بقى، مش بينقل الكره بشكل تدريجي، لا بينقل الكره بكره طوليه على طول على منتصف ملعب الخصم، بيعملوها بدقه عاليه قوي، يمكن كانت شبيهه برامي ربيع عندنا كان بيعملها كويس برده، عنده الكرات الطوليه بيعملها بدقه عاليه. فلو جينا استعرضنا ممكن اول حاله فنيه نشوف طريقه لعبهم ونربطها بالناحيه الرقميه دي اللي هو استحواذهم، هنلاقي مثلا ان هم بيلعبوا بطريقه 4-1-4-1 او 4-3-3 زي ما قلنا، الناحيه الهجوميه وهم معاهم الكوره. بالنسبه لسه بيعمل بيلد اب قدام منطقه الجزاء عنده عشان يبني هجمه على الخصم. طيب. هنلاقي طبعا لعيب رقم 6 ممكن كابتن ماهر، كابتن عادل، استاذ جمال برضو مع الدكتور احمد، يعني تشاركونا برضو الاراء الفنيه في الحالات اللي هو محضرها لنا. اتفضل يا دكتور احمد.
عندنا هنا طبعا مرياح وتوجاي طبعا من اللعيبه الاساسيه وذوي الخبره طبعا في قلب الدفاع. بينزل معاهم طبعا اوهولو، طبعا ده يعتبر هو العمود الفقري في منتصف الملعب. سواء 4-1-4-1 او 4-3-3. اوهولو ده لعيب بيلعب مركز 6، ده التجول اللي بيلعب في نص الملعب. في نص الملعب بيبتدي طبعا هو يحل حته البيلد اب شويه. لو نفترض مرياح وتوجاي فتحوا الملعب عملوا ستريتشنج للملعب، بينزل هو ما بين قلبي الدفاع عشان يحل الاستحواذ شويه. بس بمجرد احنا لو شفنا الصوره اللي بعديها، لو انت ضغطت على مرياح شيء طبيعي يعني، هنا هو ابتدي ان هو يعني بيسحب المهاجم. عندنا خمس لعيبه بدأوا يضغطوا من الفريق المنافس، ده طبعا كانت في مباراه اسك، ضغطوا عليه بيبتدي يلعب الكره الطوليه في منتصف الملعب ناحيه يانساس. يعني زي ما بنقول حضرتك، هو ما بيطلعش بالكره بتدريج، بيسحب الفريق وبعد كده يلعب الكره الطوليه بدقه عاليه جدا في منتصف الملعب. دي من احد دي بدايه اللي هي البيلد اب بتاعهم. لو شفنا الصوره اللي بعديها برده نشوف برده طريقه لعبهم، لما بيلعب بقى 4-1-4-1 طب في منتصف ملعب الخصم بيطلعوا ككتلة واحدة، ما بيسيبش مسافات ما بين الخطوط، بيبقى عملية كومباكت شوية. بس دوت بيبقى ليه ناحية سلبية، هنلاقي في ظهرهم كل دي مساحات فاضية. هنا بقى الهجمة المرتدة مطلوب مننا، مجرد ان انت ما تقطع الكورة لازم يكون تستغل السرعات بقى، سواء عندك مثلا بيرسي تاو او الشحات، هنا تتلعب كرة طولية من مثلا لو عندها رامي ربيعة او عبد المنعم، نستغل بقى المساحات اللي موجودة في ظهرهم. ده طبعا بالنسبة للصور اللي هي خاصة بطريقة اللعب اللي هي 4-1-4-1 او 4-3-3. هنا طبعا احد الاهداف لو جينا بصينا بقى على الناحيه نقاط القوه عندهم، الاهداف عندهم يانساس طبعا بقدر قوه رودريجيز اللي هو السترايكر بتاعهم. يانساس ده طبعا بيلعب رايت وينجر، رايت وينجر وبيضم للقلب كتير بالزبط. يعني مش هتلاقيه بيستلم على الطرف بشكل كبير، بيخش في العمق في الحته اللي فيها الاثنين المساكين يعني بالزبط. بيتبادل القيام بدور راس الحربه. ايوه او التبادل مع رودريجو بالظبط. يعني لو بصينا هنا في الصوره فعلا هو دخل ساب طبعا الجانب الايمن بالكامل ودخل يدخل في قلب الملعب، وبتتعمل له كره بينيه طبعا. دي في مباراه سان داونز اللي كسبوا فيها 1-0. تشوف الصوره اللي بعديها هنلاقي طبعا الكره بتتعمل له بينيه وبيلعب رجله الشمال، ولاعيب مهاري جدا وبيفنش الكره، عنده الفينش بتاعه عالي قوي، ما بيصوبش من بره 18 ولكن عنده المهاره عاليه قوي. فطبعا زي ما بنقول بيضم دايما لقلب الملعب. لو جينا بصينا الجون اللي بعده بنقول ان من اغلب اهدافهم دايما بعيدا عن الاطراف بيلعبوا قلب الملعب، عندهم قوي جدا من حته الكرات البينيه او الاختراقات من قلب الملعب. هنا كره برده بتتلعب من توجاي، بتتلعب ليان ساس برده، شوف هنا داخل ساب الجنب الايمن خالص وداخل على قلب الملعب. شوف الكره اللي بعديها بيستلم الكره وبعد كده برده بيعمل اختراق من قلب الملعب وبيسجل هدف في النجم الساحلي. طبعا المباراه دي انتهت ب 2-0 النجم الساحلي هو غلب 3-2 دي في مباراه في الدوري. بالظبط. نشوف برده هنا برده هنلاقي يان ساس داخل في قلب الملعب، يبقى عندهم عامل مشترك. الاختراقات بتاعتهم بتتم من قلب الملعب بشكل كبير. نشوف الكره اللي بعديها نفس الكلام، هم احرزوا 9 اهداف. من الاهداف دي عندنا 5 اهداف اختراقات من قلب الملعب، زائد هدف من ضربه جزاء وهدف عندنا من كره ركنيه. هنشوف برضو الصورة اللي بعديها بتعبر برضو في باترن معين وفي نمط بيتم، كله اختراقات من قلب الملعب. نشوف برضو الصورة اللي بعديها نفس الكلام، بيفنشها بشكل كويس. طيب علشان نوقتنا نروح بس لفصل سريع، وبعد الفصل نرجع نستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام. اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نروح نشوف المدير الفني البرتغالي كاردوزو ماذا قال عن لقائه امام الاهلي غدا. لكار كوميت دونس ماتش سي دو ماتش لا تيت كوميت دونس دو ماتش يا بري لو فوت كون اي كابابل دو جوي بور فير لا ديفيرونس ا لوتر كوتي اون فا ايساي دو جوي سيت اليميناتوار ليميت يا بري اون فا. طبعا كل الجوانب في المباراة مهمة، سواء كان على طريقة اللعب أو الجانب النفسي. التحذير كان على طبعا نفسيتنا كفريق، وأيضا نفسية الأهلي المصري اللي متأكدين أنه هو أيضا حذر جميع الجوانب. النهائي يلعب على تفاصيل صغيرة، وأنا أفكر في أنه علينا أن ندخل هذه المباراة بنفس الرغبة والتركيز الذي خذنا به مباريات مثل مباراة النجم الرياضي الساحلي في دور المجموعات أو المنافسات مع أساك
أو سان داونز مرة أخرى، هي مباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة، ثم التحضير الجيد للخطط التكتيكية والتطبيق الجيد هو الذي سيصنع الفارق. بالنسبة للمشروعات اللي فاتوا سيمشوا على رواحهم، طبعا فينال إن شاء الله باش نكونوا مركزين فيه لآخر دقيقة، ما علينا كان باش نكونوا مركزين إن شاء الله باش نكونوا حذرين ونعملوا اللي علينا. ماتش فينال بالطبيعة مش باش يكون سهل، ماتش فينال بالطبيعة مش باش يكون سهل، ان شاء الله ربي معانا ونعملوا اللي علينا ان شاء الله ونجيبوا الفيكتوار نتاعنا. Je voudrais vraiment que surtout c'est un moment aussi de que je profite beaucoup. On a profité beaucoup des bonnes choses dans ce parcours. Je comprends la vie et le foot au moment d'une façon très particulière. Du moment que j'ai arrivé ici, j'étais très bien reçu. اللحظة ذي حكيوا معنا كما تعرف معنا جمهور الترجي ولا الترجي الرياضي التونسي بصفة عامة نعيشوا كان بالشامبيونز ليغ، معنا مومون باهي لينا نحن إن شاء الله باش يكون معنا باش يكون هذا أول تيتر ليا إن شاء الله، إن شاء الله نعملوا اللي علينا وإن شاء الله إن شاء الله ربي معنا. كابتن عادل، من خلال الكلام المدير الفني البرتغالي لفريق الترجي، برضو زي ما احنا عاملين حساب الترجي هو فريق النادي الاهلي، وده اللي انا كنت باخده على بعض الاعلاميين في الفتره اللي فاتت. لو ولادنا والله الحمد يعني عندهم من ربنا بيديهم من الصلابه ومن الخبره ان انا الموجه دي ما بتاثرش فيا، كل البرامج ما بتتكلمش غير على الترجي وقوته وصلابته ولا اخره. طبعا فريق ترجي فريق محترم وكل حاجه، وفي طفره في الفتره الاخرانيه مع المدرب، بس انا واضح جدا المدرب يعني هو متوتر شويه على حساب الاهلي اكيد. وبالتالي هو بيقول لك المباراه بيبقى ليها حسابات، وبعدين في تفاصيل صغيره بتقف عندها. الكلمه الاخيره اللي انا المفروض ان انا كناحيه فنيه بشوف انه الفريق بتاعنا لما بيجي يهاجم بيبقى بيهاجم بوحده واحده. عمليه كولر وقبليه موسيماني كان بيعمل عمليه الضغط وسرعه الارتداد في نفس الوقت كويس. جماعه المهاجمين اذا كان بسام او وسام او اي حد كان هيلعب في المقدمه، رضا او اي حد هيلعب، ومجرد ان انا ضغطت ولقيت الراجل هيبتدي ينقل بعمل على طول الكثافه بحيث ان انا في وسط الملعب يبقى دايما في خطوط قريبه وهو الاخر. الحاجه الثانيه في لحظه من اللحظات يبقى فيه مروان او رامي او اي حد اللي هيلعب، زي ما قال الدكتور بيومي، لما بتحصل عمليه المهاجمه وبيهاجموا بكثافه زي ما احنا شفنا بعض الصور بيبقى فيه مساحات ورا الاثنين مدافعين او الاثنين الاظهره ودي بيستغلها الاثنين اللي على الاطراف وراس الحرب اللي بيلعب سواء كهرباء او غيره. الحاجه الثانيه الكرات الثابته، الفاولات، الكورنر، لابد كل لعيب يبقى عامل وكولر طبعا اكيد واخد الموضوع ده، يبقى كل واحد عنده الرقابه والرقابه بالمان، والمان ده هيبقى مسؤوليته ان انا بعد الماتش ما يخلص ابقى عارف ان فلان الفلاني ده هيبقى معاك في الكره ديت. حارس المرمى عليه دور مهم جدا في الكرات الثابته، والكورنر هيبقى عليه دور كبير جدا في عملية التوجيه وعملية التحفيز، ان كل واحد ما يبقاش فيه فرصة ان حد يطلع علشان ياخد كرة عالية في خط ال 18 بتاعنا، ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية الحاجة الأخيرة حضرتك بتتكلم يا كابتن عادل، دي اللقطات بعد انتهاء التدريب الأساسي النهاردة للاعبي النادي الأهلي على ملعب المباراة والتوجه إلى فندق الإقامة. التسديد والتسديد والتسديد، نستغل الكرات بتاعتنا واحنا بنهاجم، بنهاجم بشكل رائع جدا سواء من الاطراف او اختراق من العمق، والتسديد احنا شفنا في الفتره اللي فاتت الكل ولله الحمد بيسدد من مسافات بعيده ومؤثره وبين الثلاث خشبات. الاخر حاجه يعني رجاء في الكور الثابته يبقى هناك عمليه التامين وحراسه المرمى، لابد يبقى فيه عمليه التوجيه والتوجيه بشراسه، وعلى طول بنصح بعض كابتن الفرقه
عليه دور كبير جدا في المباراة ديت، ثم الهدوء والتركيز، وبإذن الله تعالى النتيجة إيجابية بالنسبة لنا بإذن الله. فوز وفوز وفوز بإذن الله تعالى إن شاء الله. كابتن ماهر، ما ينفعش تكون واحد معانا من أبطال أول بطولة أفريقية دخلت النادي الأهلي سنة 82 وما نسألكش على البطولة دي، فاكر التشكيل اللي لعب بيه النادي الأهلي؟ قبل التشكيله سامح، احنا قعدنا 5 سنين يعني في اخفاق بسبب ان احنا كانت خبرتنا قليله، افريقيا كانت فيها مليانه من النجوم الدوليين، كل فرقه فيها حوالي 6-7 لعيبه منتخبات، فكان في قوه وشراسه. وبعدين كمان اسامه الطيران، احنا كنا بنسافر طيران بنعاني المعيشه، الحاجات دي كلها كانت بتاثر علينا بشكل كبير. خالد بيبو وسمير عدلي وحمزه القاضي يروحوا يجهزوا بالزبط. كل الامور والترتيبات لكن لما نضجنا بقى بدانا 82، هو ده المفتاح اللي فتحنا بيه، فضلنا ماشيين بشكل جيد جدا لحد ما قابلنا بطل غانا كوتوكو، كانت من الفرق الثقيله جدا في القاره الافريقيه. عايز اقول ان اسامه ال 17 18 لعيب اللي لعبوا المباراتين كانوا لعيبه دوليين. يعني لو تبص الصوره كده الجماعيه اللي احنا صورنا فيها في المباراه اللي كانت قبل المباراه اللي هناك، تلاقي 16 لعيب كانوا موجودين لعيبه دوليين. يعني عايز اقول لك اكرامي في حراسه المرمى، وكان مدحت رمضان وربيع ياسين ومرام امام ومصطفى يونس، وفي نص الملعب مجدي عبد الغني وعلاء ميهوب ومحمد عامر ومصطفى عبده والخطيب ومختار. اسماء كلها لعيبه دوليه. والمباراه اللي هنا احنا بصراحه يعني فاكر انتهت كام هنا؟ 3-0 من افضل الاجوال اللي ممكن تشوفها اسامة بصراحه، علاء ميهوب وبعدين الخطيب بجوليل، يعني غير حاجه غير عاديه. عايز اقول لك اسامة ان اللعيبه بتوع كوتوكو قعدوا يبكوا في الملعب اول مره يخسروا. المباراه اللي كانت في كوتوكو كانت صعبه جدا جدا، ملعب صعب جدا، رغم انك كسبان في القاهره 3-3 رايح، لكن رايح هناك والامور رحنا هناك يعني كانوا بيسرقوا الكور مننا في التدريب، الجماهير بتقابلنا هنكسبهم 5 في الفندق واحنا نايمين في الفجر. يا كابتن ماهر برضو بنحط الساده المشاهدين معانا، دي لقطات يعني لعيب النادي الاهلي بعد انتهاء التمرين الاساسي النهارده على ملعب رادس، ودي يعني شايفين لقطة جميلة، دي احدى الفتيات الصغيرين يعني واحدة من مشجعي النادي الاهلي وبتحتضن امام عاشور، ولقطة من اللقطات الحلوة. اتفضل يا كابتن. المباراة اللي هناك طبعا 1-1 شايفين علم النادي الاهلي معاها كمان، واكيد هتكون متواجدة بكرة ان شاء الله في ملعب رادس ويقدروا اللعيبة يفرحوا كل الجمهور او كل الناس اللي هتكون متواجدة من جماهير النادي الاهلي في ملعب المباراة. ونتمنى ان شاء الله اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي من بدايه المشوار وهم في الطياره، كابتن محمود الخطيب بيسلم عليهم، واضح قوي التركيز اسامه حتى الجهاز الفني. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نعود بنتيجه ايجابيه من المباراه الاولى. التركيز واضح على لعبتنا بصراحه. المباراه ديت اسامه بالذات روح الفانيلا، الصفات الاراديه هي اللي مطلوبه. هنقول تكتيك و3 4 2 و2 3 4 1 الجدعانه في المباريات ديت هي المطلوبه، هي اللي بتصنع الفارق والشراسه. نتمنى بالظبط يا كابتن الشراسه في الالتحامات، نتمنى ان احنا يبقى احنا المبادره من خلالنا ان احنا كل كوره نقاتل عليها ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا باذن الله. اخيرا سريع، المكافاه كانت كام وقت 82 لما خلص بطوله افريقيا؟ كانت 12,000 12,000 جنيه؟ انا سامع انك كانت 2000 جنيه. الحكومه 2000 الحكومه كانت 2000 للوزاره، لكن النادي الاهلي الكابتن حسن كان مدير كوره و 12,000 جنيه لاكثر واحد لعب. الحمد لله انا كنت اكثر واحد لعبت في المباراه كلها. 12,000 جنيه تجيب طياره دلوقتي طبعا. استاذ جمال، زي ما احنا بنتكلم عن الدفاع بنتكلم عن الهجوم، في مباراه خارج الخطوط بين اثنين مديرين فنيين، برضه في مباراه ثانيه في وسط الملعب. طبعا. دايما المقوله اللي بتقول اللي بيمسك وسط الملعب هو اللي بيمسك زمام الامور في بتاعه المباراه. اكيد هو بالتاكيد انه اللي بيسيطر على اللي هي زي ما بيسموها منطقه العمليات والمناورات اللي بيمسك الوسط في اي حاجه، هو بيسيطر على الجيم، بيقدر يسيطر على يقدر يصنع يعني هجمات نواحي هجوميه ويقدر يمنع كمان اي حاجات مرتده. فتقارب الخطوط برضو مهم قوي في المباراه دي، واعتقد ان شاء الله انه مستر كولر شايف كويس قوي ودارس فرقه الترجي. ممكن يكون في تكليفات دفاعيه لبعض اللاعبين
طبعا. واحنا النادي الاهلي بيهاجم في لعيبه لا انت عندك نواحي دفاعيه انت ملتزم بيها عشان المرتدات طبعا وفي كمان تكليفات ايوه مزدوجه يعني انت في حاله الهجوم ده دوره ايه وفي حاله الارتداد الدفاعي برضه في تكليفات تمام لانه المباراه زي ما قلنا انها 90 دقيقه يعني مترابطه جدا ومتكامله واي سرحان ممكن يضيع الدنيا بس انا يعني ان شاء الله متفائل النادي الاهلي هيحقق نتيجه ايجابيه طيبه وخصوصا احنا بنتكلم على بطوله من 1982 اللي كان ابطالها النجوم الكبار يعني ومنهم الكابتن ماهر ما زالت حتى الان يعني لما تخش حتى في الصفحات والكلام هتلاقي الارقام بتاعتها تاريخيه ومحتفظين بيها لغايه دلوقتي والناس فاكراها وانا فاكر انه كان الصحفيين اللي بيسافروا معاهم بيركبوا ممكن طياره عسكريه بالظبط يعني ما كانتش الامور زي ما انت شايف كده لا وناس بيقابلوك وناس بيقعدوك وناس بينيموك الناس دي كانت بتنام في في المطار يعني انا فاكر كويس قوي ان كانوا بيناموا في المطارات جت معانا رحلات كتيره كابتن في نص دقيقه كولر بيعمل حاجه من يوم ما جه الثلاثه بتوع نص سؤالك يعني الثلاثه اللي في نص الملعب احيانا بيفاجئ وشفنا احنا في الخمس بطولات بتبص تلاقي حمدي فتحي تبص تلاقيه في ماتش الزمالك وفي الماتشات اللي بعديها تبص تلاقيه فين جوز سيار مكمل مروان عطيه في ماتش البنك الاهلي هو اللي جايب الجول في جيب جول صح يعني بالظبط تكليفات بحيث ان انا بفاجئ التيم المنافس بتاعي ان انا ما تتعرفش مين اللي هيكمل في العمق مع راس الحربه الاطراف هتبقى مهمه جدا للاثنين الاطراف لما بيكونوا جدعان ورجاله كده والحماس ان شاء الله يكونوا رجاله باذن الله تعالى دكتور بيومي اتكلمنا عن كل اللعيبه اللي هتبتدي المباراه لكن ما ينفعش نغفل عن الدكه لما تبقى انت مدير فني وحاطط كذا سيناريو للمباراه برضو بيكون عندك اوراق بره اكيد ان شاء الله باذن الله اوراق النادي الاهلي اللي هتكون متواجده على الدكه افضل من الاوراق الموجوده بالنسبه لفريق الترجي يعني انت لو جينا بصين لازم يكون عندك اوراق رابحه لان في اي وقت عاوز تنشط المباراه عاوز توزع المجهود بتاعك خلال 90 دقيقه فممكن طبعا رضا سليم طبعا احد الاوراق الرابحه عندك عبد القادر يعني هو لو بدا بحسين الشحات وبدا ببيرسي تاو عبد القادر ما سافرش طبعا لو بدا هو بحسين الشحات وبدا ببيرسي تاو فعشان يستغل السرعات قلنا ان احنا ممكن نستغل السرعات ديت عشان الاخطاء اللي عندهم او المساحات لو في وقت ممكن نستعرض مثلا الاهداف اللي دخلت مرماهم ازاي ان احنا ممكن نستغل المساحات دي خلال السرعات طيب لو معانا الحالات ممكن نستعرضها سريعا يا شباب عشان الدكتور بيومي مجهز الحالات الاهداف اللي دخلت مرماهم نتيجه طبعا اندفاعهم الهجومي او نتيجه الكومباكت اللي بيهاجموا بيه ما بيعملش العمق الدفاعي فانا ممكن انا استغل المساحات دي سواء خلف الظهرين او خلف طبعا توجاي او مرياح من خلال زي ما قلت لحضرتك من خلال السرعه الحالات يا دكتور يعني دي مثلا احد الاهداف اللي كانت موجوده في مباراه الهلال اللي انتهت ب 3-1 لفريق الهلال الكره بتتلعب من وسط الملعب ولكن هنا هتلاقي مجرد بس همس لمسه واحده خلف الخطوط بنلاقي عندهم دايما المساحات دي موجوده نفس الباترن ده بيتغير في هدف تاني لو جينا بصينا برده على الهدف اللي بعده يومي اسامه الوضع التشريحي بتاع المدافعين بيجروا ورا الكوره مش بيقابلوا الكوره بوشهم ده بيجروا زي المهاجمين يعني الصوره بص بيقالنا يعني وشهم للجول وشهم للجول بتاعهم المفروض العكس يبقى هو واقف شايف المهاجم وهو جاي عشان يقابله يعني نفس الكلام هنا مثلا دي كوره كانوا ضاغطين فيها في مباراه الملعب الليبي في الدوري التونسي عاملين طبعا ضاغطين ضغط عالي على الملعب الليبي استاد تونس اللي هو الملعب التونسي انا اسف الكره بتترد هجمه مرتده بنكون برده يعني لو نشوف الصوره اللي بعديها نلاقي مساحات كبيره جدا في ظهر الباكات الموجوده او في الاظهره فان شاء الله ان احنا ممكن نستغل النقطه دي لان الكره دي اتكررت بشكل كتير برده نفس الكلام لو بصينا على هدف بعديها نفس الكره بص يا دكتور نفس الوضع التشريحي برده بتاع المدافعين في طريقه ان هم بيرجعوا ان يعملوا تغطيه على الكره بيبقى وضع تشريحي غلط دي نفس الكره برده في اخر مباراه النجم الساحلي نفس الكلام برده في عندهم مساحات كبيره في ظهر الاظهره فدي النقطه اللي ممكن نستغل فيها السرعات عندنا اخيرا كابتن عادل عشان وقتنا في نص دقيقه رسالة منك للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة بكرة بإذن الله. شعب مصر كله والأمة العربية والأفريقية اللي بيعشقوا النادي الأهلي وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان كلهم بيتفرجوا عليكم مسؤوليتكم تسعدوا كل هذه الجماهير اللي هي منتظرة منكم كل نقطة عرق لن نبخل بيها وإن شاء الله ربنا معاكم وهيوفقكم وهيقويكم وهيثبتكم وترجعوا لنا إن شاء الله بنتيجة
تسعد قلوب كل اهلاوي، وتبقى 90 دقيقه اللي جايين هنا في مصر تحصيل حاصل بالنسبه لنا ان شاء الله بعون الله تعالى باذن الله. كابتن ماهر، بص يا كابتن اسامه، اكتر جيل بيسطر تاريخ للنادي الاهلي حقيقه بالارقام والبطولات، فنتمنى ان شاء الله باذن الله البطوله ال 12 لان انتوا فعلا لعيبه تستاهلوا، وباذن الله هتفرحوا الشعب المصري، مجلس ادارتكم وراكم، جماهيركم وراكم، الجهاز الفني على اعلى مستوى، اللعيبه كلها مركزه ان شاء الله باذن الله، الجدعانه وروح الفنانه الحمراء ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه في المباراه الاولى ان شاء الله. استاذ جمال، انا بقول لهم طبعا كل لعيبه الاهلي، انتوا عارفين ان تاريخ الاهلي كبير في هذه البطولات وعلى مستوى كل البطولات اللي بيشارك فيها، انما احنا مفروض منهم بقى ينسوا في التسعين دقيقه او في المئه وثمانين دقيقه هذا التاريخ مؤقتا، ويركزوا في الحاضر امام الترجي المعدل. يعني انا الترجي ده لو انا بلعب معاه السنه اللي فاتت يختلف عن طبعا السنه دي، فبتمنى ان هم يركزوا جدا جدا عشان يصنعوا تاريخ جديد بالحصول على اللقب ال 12، وقبله كان في ال 11 وال 10 ما شاء الله، يعني خلال فتره زمنيه قريبه. يعني دكتور بايوم، باذن الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، نبارك غدا ان شاء الله، واهم فتره في المباراه انا اعتقد انها اول 10 دقائق، هي دي اللي هتديك الثقه تنقل الكوره بشكل كبير، ما تفقدش الكوره في اول 10 دقائق، هي دي اللي ان شاء الله هتديك الثقه تقدر تكمل ال 90 دقيقه، وباذن الله نبارك للنادي الاهلي غدا ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوف الكرام اللي كانوا مشرفينا النهارده ومنورينا، واتكلمنا تحليل فني وبالتفصيل عن فريق الترجي ومباراته بكره امام الاهلي باذن الله. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في مباراه او في الشوط الاول امام الترجي، وان شاء الله الشوط الثاني هيكون يوم 25 على ملعبنا في استاد القاهره. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي ومستر كولر. بكده انتهت تغطيتنا الخاصه لمباراه الاهلي والترجي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وتصبحوا على الف خير.